بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مع بعض ان شاء الله النهارده المحاضره الثالثه من محاضرات الاونلاين للادفانسد ماركتنج او التسويق المتخصص كفرع من الفروع اللي انتوا طلبتوا ان انتوا تتخصصوا فيها. معاكم دكتوره وفاء نصوح. بناخد مع بعض الكتاب الخاص بكوتلر كيلر ماركتنج مانجمنت، والحقيقه انا عملت لكم سلكشن لبعض الفصول الخاصه بالكتاب. التدريس بيتم باللغتين العربيه والانجليزيه لان انتوا البورت بيتفتح ليكوا لكل من هو متخصص سواء كان عربي او انجليش، ما كانش في ماده التخصص تفرقه في اللغه. وبالتالي احنا بنمشي مع بعض سلايد سلايد كده بنشرحها وبنحاول نترجم المصطلحات اللي فيها عشان يبقى فيها تيسير على زمايلنا دارسي اللغه الايه العربيه، دارسين باللغه العربيه او اللي عنده مشكله في الدراسه بالانجلش. الفصل ده اسمه Analyzing الكونسيومر ماركت او تحليل سوق المستهلك. الحقيقه كوتلر ابتدى بالشريحة دي، I didn't do my homework because I forgot my username and password. نسيت اسم المستخدم والباسورد كلمة السر بتاعتي عشان كده ما عملتش الهومورك بتاعي. دي شريحة المستخدم، هو ده نوع المستخدم اللي بقيت بتواجهه في الوقت الحالي. هم دول الطلبة، حتى لو احنا بنتكلم على نطاق التعليم فهم دول بقى دلوقتي الطلبة اللي كل حاجة بتتم من خلال الالكترونيك. حتى الهومورك ما بيتعملش مانوال، بيتعمل الكترونيك من خلال استخدام اليوزر نيم والباسورد، شريحة من المستهلك. بنبتدي مع بعض عادتنا دايما كل فصل بمجموعة من الأسئلة وبنختم بمجموعة من الأسئلة. أسئلة هذا الفصل: How do consumer characteristics influence buying behavior؟ إزاي الخصائص الخاصة بالعميل أو المستهلك ممكن تؤثر على سلوك الشراء؟ What major psychological process influence consumer responses to the marketing program؟ What major psychological processes influence consumer response to the marketing program؟ ايه هي العمليات النفسية التي ممكن تؤثر على استجابة العميل للبرامج التسويقية؟ How do consumer make purchasing decisions؟ ازاي العميل بياخد قرار بالشراء؟ الحقيقة سلوك المستهلك دي دراسة في حد ذاتها، لازم بدرس سلوك المستهلك سواء كان المستهلك ده فرد ام مجموعة ام منظمة. ازاي بيشتري وازاي بيختار وازاي بيفرق ما بين البضائع وبعضها او الخدمات، الافكار بتاعته، الخبرات بتاعته، ايه الحاجات اللي ممكن تساتسفاي النيدز والوانس عنده اللي ممكن ترضي احتياجاته ورغباته. الماركتيرز must fully understand both the theory and reality of consumer behavior. لازم الماركتير يكون دارس شق نفسي او جزء فيه علم نفس ويكون عنده القدرة على التفرقة ما بين النظري ايه والواقع العملي ايه في سلوك المستخدم. في تيبل هنشوفه بيورينا بروفايل لليو اس اليونايتد ستيتس كونسيومر، مستهلكي البضائع في امريكا. زي ما احنا شايفين في الصورة دي الكونسيومر بيهيفير، شايفين واحد وشايل شنط مكتوب عليها سيل سيل. Marketers must have a true understanding of how consumers think, feel and act and offer clear value to each and every target consumer. لازم المسوق يكون فاهم كويس قوي ازاي الكونسيومر بيفكر وبيستشعر وبيأكت، بيتصرف تجاه ويقدم له قيمة فعلية للعميل المستهدف. زي ما احنا شايفين التيبل ده بيورينا حجم المبيعات او الشراء
لنوعية البضائع والخدمات في أمريكا في سنة 2009. الهاوسينج تمثل الميل الشرائي لشراء البيوت بيمثل 34%، النقل بيستقطع 17.6%، الأكل 12.4، التأمين الذاتي بيمثل 10.7%، الهيلث كير الرعاية الصحية 5.7، الرفاهية والانترتينمنت 5.4، الملابس والخدمات بيصرف عليها 3.8 من دخله، الكاش كونتريبيوشن 3.7، تعليم 1.9، وأشياء أخرى 1.6. الحقيقة الدراسة دي أو التقسيمة دي غيرها طبعا زي ما احنا شايفين، وازاي ان انا افرق كمان المرحلة العمرية، ها الافريج ورك داي فور امبلويد بيرسونز مثلا من سن 25 سنة لسن 54 سنة، ها بينام قد ايه، بيستمتع قد ايه، بيقضي وقت الرفاهية، بياكل في كام ساعة. التقسيمات دي كلها والداتا دي كلها بتساعدني جدا في تحديد الكونسيومر بيهيفير، النمط السلوكي للمستهلك بعد كده، واقدر اخاطب الاهتمامات بتاعته. دي الوقت اللي بيقضيه العميل خلال يومه، سواء كان بيستخدم انترنت، بيتفرج على الانترنت، بيعمل له سيرفينج، بيتفرج على التلفزيون في البيت. طبعا دي كلها داتا تساعد، والاحصائيات دي كلها تساعد في تحديد التسويق هيشتغل ازاي. monthly spending by category، ببتدي اقسم كل كاتيجوري بيصرف او بيقضي وقته في ايه، بيصرف في ايه وبيقضي وقته في ايه. بص مثلا نلاقي ان حجم الصرف على الاغذية واخد 40% من الدخل، تمام، في حين ان الاديوكيشن بياخد 10%، الهيلث كير بياخد حوالي 7%، البيوت بتاخد حوالي 11% من صافي الدخل او من معدل الدخل، تمام. يبقى انا لازم ابتدي اعمل الاحصائيات دي والدراسات دي، وده طبعا بيتم من خلال الماركت ريسيرش اللي احنا قلنا قبل كده ان هو اول حاجة انا ببتدي بيها في التسويق، ابحث السوق بتاعتي واجمع بيها الداتا دي. امثلة لنوعية الداتا اللي بيتم تجميعها من ابحاث السوق، بدرس بيها الكونسيومر بيهيفير، بشوف ايه هي المؤثرات على سلوك المستهلك. فلو انا بصيت على ايه هي مؤثرات سلوك المستهلك، ممكن هتلاقي عوامل ثقافية، عوامل اجتماعية، عوامل شخصية. الحقيقة الكالتشرال فاكتورز، العوامل الثقافية زي العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية، دي بتبقى جزئية مهمة قوي ان انت لازم تعرفها، لان انت وانت بتسوق مش هتسوق لشعب زي التاني. وبالتالي انت حتى لو بصيت على انترناشنال براندز، على علامات تجارية عالمية، هتبص تلاقي فكرة التسويق عندهم بتختلف، وطريقة العرض للمنتجات بتاعتهم بتختلف اكوردنج للانفايرمنت والكالتشر بتاعت الايه، بتاعت البلد اللي هم بيتاجروا فيها او بيبيعوا فيها. ماكدونالدز السعودية مثلا غير ماكدونالدز مصر. لو انت دخلت المحلات بتاعت السعودية هتلاقي متقسمة، الكاشير رجال لوحدهم وسيدات لوحدهم، عائلات لوحدها وافراد لوحدها. ليه؟ لان دي هو كده بيخاطب الكالتشر، الثقافة بتاعت الايه، بتاعت المجتمع. كالتشر is a fundamental determinant of a person wants and behaviors acquired through socialization processes with family and other key institutions. الثقافة هي عبارة عن تحديد لمتطلبات وسلوك المكتسب من المجتمع، واللي بتكتسبه العائلة وبتبتدي تطبقه حتى في المنظمات بتاعتها. والحقيقة دوت راعته سلسلة محلات
عروسة ديفيد أو ديفيدز برايدل، لما ابتدت تعمل احتفالية للفتاة اللي بتتنقل من مرحلة العزوبية أو إن هي لسه بنوتة إلى إنها زوجة وسيدة. ففي هم بيقدسوا دي وبيعملوا لها احتفالات اجتماعية ودينية خاصة بيها. فهو سلسلة المحلات بتاعت ديفيدز كانت بتشارك بده بشكل أو بآخر، في إنها إزاي بتتحول وبتعمل الميديا بتاعتها بتنشر ده بشكل واسع. Marketing to cultural market segment. Despite their differences, Hispanic American often share a strong family value, need for respect, brand loyalty, and a keen interest in product quality. بينما الافريكان امريكان are the most fashion conscious of all racial and ethnic groups and strongly motivated by quality, they are more likely to be influenced by their children when selecting a product for purchase. لما نيجي نبص على المجتمع الامريكي وتقسيم الثقافي بتاعه برغم من اختلافاتهم، فهنلاقي مثلا الهسبانيك امريكان يركزوا قوي على الايه، على القيم الاجتماعيه وقيمه العيله ايه والاحترام ايه، وعندهم براند لويالتي قويه جدا ويهتموا بالجوده بتاعه المنتج. بينما الافريكان بيركزوا اكتر على الولاد عايزين ايه، فهم دايما بيتحركوا ومتاثرين بدوافع او اولادهم وبيحمسهم جدا وبيحفزهم جوده المنتج. لازم اعرف ان الكاستمر سيجمنتس في دايفرسي، في اختلاف وتنوع ما بينهم كبير، ولازم اراعي ده وانا بقدم المنتجات بتاعتي ان هي كمان يحصل فيها الدايفرسيفيكيشن اللي يخدم النيز والونس المختلفه بتاعه العملاء. الكالتشر والسب كالتشر والسوشيال كلاس ار بارتيكولري امبورتنت انفلوينسز اون كونسيومر باينج بيهافير. طب الكالتشر دي الثقافه، انما السب كالتشر ايه؟ السب كالتشر دي بقى حاجه جوه ثقافه المجتمع اختصت بيها مجموعه معينه، زي ما اقول العادات بتاعه القبيله دي، العادات بتاعه العيله دي بيسموها سب كالتشر. تمام. culture is a fundamental determinant of a person's wants and behavior. تاني بنفوكس على الديفينيشن، ايه هي الثقافه؟ لازم تبقى فاهم كمسوق يعني ايه ثقافه، الديفينيشن بتاع الثقافه يعني ايه. فهو التحديد الرئيسي لاحتياجات وسلوك المين ايه، العميل او الشخص. Through family and other key institutions, a child growing up in the United States is exposed to values such as achievement and success, activity, efficiency and particularity, progress and usefulness. Child growing up in another country might have a different view of self relationship to others and customs. طبعا الاطفال اللي بيولدوا في اوروبا او امريكا بيبقى ليهم عادات وتقاليد غير الطفل اللي بيتولد في الدول الاسلاميه او في دول الشرق الاوسط. ده اعلان عن لبن بيخاطب فيه حتى الايه، حتى الثقافة بتاعت الاطفال اللي بينشأوا. الطفل هنا متعود ان معاه جير فريند، فحتى اللي بتشرب معاه في نفس المج زميلته او صاحبته. طب ايه هي السب كالتشرز؟ سب كالتشرز زي ايه؟ ادينا اكزامبل على الراشيال جروبس، على الراشيال جروبس اللي هي العرقية او القبلية او القبائل او العائلات، الناشناليتيز الجنسيات، الريليجنز الدين، الجيوغرافيك ريجنز، التقسيم للسب كالتشرز على حسب المناطق الجغرافية. تمام. يبقى السب كالتشرز بانواعهم يشمل ايه؟ يشمل الجنسية ناشناليتيز، يشمل الدين ريليجنز، يشمل الراشيال جروبس القبائل العرقية او العرقيات او المجموعات، جيوغرافيك ريجنز المناطق الجغرافيه. اتش كلتشر كونسيست اوف سمولر سب كلتشرز، كل ثقافه في ثقافه متفرعه منها. بروفايد مور سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن اند سوشياليزيشن فور ذير ممبرز. تبص تلاقي بقى السب كلتشر ده
بيحدد سمات اكتر وخصائص اجتماعية اكتر للعناصر بتاعتهم. تمام، لازم وانت برضو بتقسم الكالتشر لمجموعة من السب كالتشرز تبقى قادر تقسمهم اكوردنج لعناوين رئيسية، وتبتدي تحط السمات والخصائص اللي ممكن تعرف لك المجموعة دي او السب كالتشر ده. When subcultures grow large and wealthy enough, companies often design specialized marketing programs to serve them. أحياناً الـ subculture الثقافة الفرعية عددهم بيزيد وبيكبر، بيصبحوا على درجة من الثراء لدرجة إن الشركات بتديهم اهتمام خاص وبتخصص لهم برامج تسويقية خاصة بيهم لتسويقهم ولمساعدتهم. طب ناخد كده شوية معلومات عن الثقافة الأمريكية. ها، بيقول لك إن الأمريكي في المتوسط بياخد حوالي 300 تشوين جم لبان في السنة، بيستهلك معدل 300 لبان في السنة. طب goes to the movies 9 times a year، بيروح للأفلام بمعدل 9 مرات سنويا. بياخد 4 رحلات تقريبا، بيسافر 4 رحلات للترفيه في السنة. بيأتند سبورتنج ايفنت 7 تايمز ايتش يير، بيحضر ايفنتات رياضية بمعدل 7 مرات سنويا. لو انا ابتديت اتكلم عن الكلاسز، الطبقات الاجتماعية اللي ممكن بنتعرض لها وبنقسمها ازاي، هلاقيهم ممكن يتقسموا او مش هيخرجوا عن مجموعة السوشيال كلاسز اللي قدامي دي. الابرز اللي هم الناس اللي على مستوى عالي جدا اجتماعيا ومعدل الدخل بتاعهم very very rich، عالي جدا ودرجة من الثراء عالية. اللور ابر، الابر ميدل، الميدل، الوركينج، الابر لوير، اللوير لوير، الطبقة المتدنية خالص اللي عايشة على الكفاف تقريبا او مش لاقية قوت يومها زي ما بيقولوا. دول تقريبا ال7 طبقات الاجتماعية اللي الماركتير بيتحرك فيهم ومحتاج يعمل ايدنتيفيكيشن وكاركترستكس لاتش كلاس اوف ذم، يحتاج يعمل تصنيف لكل طبقة منها. كل المجتمعات الإنسانية بتحاول دايما بنلاقي فيها اجتماع، بتحاول دايما انها تحوط نفسها بشكل اجتماعي يميزها ويكون خاص بيها. الطبقات الاجتماعية مثلا هتلاقي في كل طبقة من الطبقات الاجتماعية اللي احنا اتكلمنا عليها هتلاقي في نوع من الهارموني وشكل من التفاهم ما بينهم. ها، بنلاقيهم ايه، هوموجينيوس مع بعض، متلاحمين مع بعض، ها، متفاهمين، شبه بعض، في هارموني ما بينهم. في حين ان انت لو جيت تعرض لطبقة ابتدت تتعامل مع طبقة اعلى او اقل منها، هنلاحظ اختلاف كبير جدا في شكل التعامل، وهيبقى فيه جاب لان كلتشر مختلفة، بيئة وثقافة هتبقى اجتماعية مختلفة. التقسيم الاجتماعي ده بيبقى مهم قوي لان الناس دي اجتماعيا بتشير نفس الفاليوز، نفس الانترستس، الاهتمامات، وغالبا نفس السلوك. الطبقة الاجتماعية التانية، تعالوا بناخد امثلة مع بعض. الطبقة الاجتماعية المتوسطة تلاقيهم محافظين بشكل ما على زي معين، على طريقة في اللبس معينة، حتى لو فيهم شكل من اشكال البهرجة في اللبس او الانفتاح في اللبس هتلاقيه ليه نمط معين. في حين ان الطبقة الاعلى شكل الانفتاح في اللبس ليه شكل مختلف، براندات مختلفة، values مختلفة، سلوك شرائي وسلوك اجتماعي مختلف.
social class member show distinct product and brand preferences in many area including clothing, home furnishing. كل طبقة اجتماعية بتظهر لنا في الملابس وفي الفرش وفي الممارسات وقت الفراغ، الأنشطة المختلفة واستخدامات الأجهزة التكنولوجية والموبايلات. حتى الميديا بريفرنسز بتكون مختلفة، استخدامات الوسيلة اللي بتتعامل بيها اللي أو توصل لهم من خلالها بتكون مختلفة. اللوير كلاس دايما يفضل التلفزيون، الابر كلاس كان بيفضل الكتب والمجازينز، ها المجلات والكتب. اصبح دلوقتي الايه الديجيتال ماركتينج بالنسبه لهم هو الاقوى والاكبر من خلال استخدامات الانترنت والسوشيال ميديا المختلفه، تقدر توصل لهم من خلالها اسرع. علشان تعرف تتواصل معاهم اكتر لازم تعرف شويه عوامل اجتماعيه مؤثرة في انطباعاتهم أو في المفضلات بتاعتهم. الريفرنس جروبس، المجموعات اللي بنشير إليها دايما، اللي هي زي ما نقول إن هي بالنسبة لهم رول موديل، العيلة الفاميلي، سوشيال رول دور المجتمع، والستيتس الثبات بالنسبة لهم أو العادات والتقاليد بالنسبة لهم. ريفرنس جروبس زي مين؟ حتى الريفرنس جروب هو كمان بيتقسم لمجموعه من الجروبس. خلينا ناخد يعني ايه ريفرنس جروب الاول. هي كل الجروبس ذات هاف ا دايركت فيس تو فيس اور اندايركت انفلوينس تو ذير اتيتيودز اور بيهافير. الريفرنس جروبس هي المجموعات اللي ليها تاثير مباشر او غير مباشر على التوجهات. التوجه ده بيكون فكري ماشي، القناعات بتاعتي بتكون ايه ماشي، والسلوك. groups having a direct influence are called membership groups. الجروبس اللي ليها تأثير مباشر على العادات الشرائية او على افكار الشخص بيتقال عليهم الايه الممبرشيب groups، اللي هو انا عضو في المجموعة ديت. some of these are primary group ها with whom the person interacts fairly ها continuously and informally. البرايمري جروب هي المجموعة الأساسية اللي أنا بتعامل معاهم بشكل غير رسمي وبشكل مستمر ودائم وبحريتي. زي مين؟ زي عيلتي، قاعد في البيت على راحتي مع أخواتي مع أبويا مع أمي. دول مين؟ دولة المجموعة اللي أنا بنتمي إليها اللي ليه عضوية عندهم، ها membership group انتماء، مجموعات الانتماء. ودول بيمثلوا في مجموعات الانتماء المجموعة البرايمري او الاساسية. زي مين؟ زي كاتب لنا هنا العيلة والاصحاب والجيران والزملاء في العمل، طبعا على درجة من لان انا هبقى انفورمال معاهم هبقى براحتي او people also belong to secondary groups. السكندري جروب لسه بنتكلم جوه الممبرشيب جروب. زي مين؟ زي المجموعات الثانوية، زي الريليجيوس العادات الدينية، بروفيشنال الحرفية، المنظمة اللي انا بشتغل فيها عاداتهم وتقاليدهم ايه، اند تريد يونيون جروب والاتحادات او المجموعات الخاصة بالاتحادات الايه التجارية. اللي بيميلوا اكتر ان هم يبقوا مور فورمال and require less continuous interaction، التفاعل والتعامل معاهم اقل من البرايمري، وبيميلوا اكتر ان التعامل معاهم بيكون شويه رسمي. الريفرنس جروبس انفلوينس ممبرز ان ات ليست 3 ways as follows. طب المجموعات بقى الريفرنس جروبس دي بتؤثر على الاشخاص باكتر من طريقه. بيخلوا الشخص اكتر بيأدابت نيو بيهيفير ونيو لايف ستايل، شكل حياة وشكل سلوك مختلف. بيأثر على التوجهات والسلف كونسبت بتاع الشخص. زي كرييت بريشر فور كونفورميتي ذات مي افكت برودكت اند براند تشويسز. بيضغطوا على الشخص على لدرجة ان هو ممكن يأثروا في رؤيته للمنتج وللعلامة التجارية.
الناس دايما بتتأثر بالمجموعات اللي هما مش بينتموا اليها، ودي بقى المفاجأة. to which they do not belong، زي مين؟ زي الاسبيريشن جروبس، زي الديس سوسياتيف جروبس. الاسبيريشن يعني انا بتطلع لحاجة، فدي المجموعات اللي انا نفسي انتمي اليها. انا من الميدل كلاس، من الطبقة الوسطى، ونفسي ابقى انتمي للطبقة العليا. فتبص تلاقي نفسها الناس بتتأثر اكتر بالمجموعات اللي هما مش بينتموا اليها. تمام. الديسوسياتيف جروبس ار ذوز هو values or behavior an individual rejects، المجموعات اللي الشخص عاداته وقيمه بترفضها. ماشي. تبص تلاقيه بيتأثر بيها. والreference group influence is strong marketeer must determine how to reach and influence the group's opinion leader، كل مجموعة ليها الليدر بتاعها، ليها القائد بتاعها. الماركتير دوره ان يلاحظ الجروبات او المجموعات اللي التأثير بتاعهم بيكون شديد جدا، وفي الحالة ديت لازم اوصل لمين؟ للأوبينيون ليدر او القائد اللي صاحب التأثير، وهو is the person who offers informal advice or information about a specific product or product category. ده الشخص اللي بيبقى مؤثر في المجموعة، القائد بتاعهم، اللي يبتدي ممكن ينصح باتجاه لبرودكت معين، لمنتج، ويقول عن كاتيجوري معين هو دوت اللي يشتري منه. such of which several brands is best or how a particular product may be used. opinion leaders are often highly confident, socially active and frequent users of the category. طيب الاوبينيون ليدر ده عادة ما بيكون عنده ثقة عالية جدا بنفسه، عنده نشاط اجتماعي ومعروف اجتماعيا، وعلاقاته الاجتماعية كبيرة جدا، وعادة ما بيكون مستخدم للمنتج بصفة ايه؟ بصفة مستمرة. كريسلر عملت حركة ذكية جدا عشان تؤثر على الأوبينيون ليدر. عملت ايه في المجتمعات الأمريكية؟ حاولت تعمل انسبيريشن ان انت تسوق ازاي. تمام. من خلال ان هي بتاخد العربيات للكنائس، بتست احدث الموديلات بتاعتها، ودي كانت طريقة قوية جدا ان انت بتستخدم التأثير الديني، ها، او الاوبينيون ليدرز في الحالة ديت، ان هم يؤثروا بشكل ما على ترشيح المنتج معين. فوكل بوينت دي كوميونيتي، مجتمع من الامهات. تمام. عملوا مجتمع، مجموعة من الامهات عملوا نفسهم مجتمع، سموه الفوكل بوينت. كان ليهم سمات خاصة بيهم ان هم بيحبوا يتكلموا مع الناس، بيبقوا متحمسين جدا لما بيتسألوا عن ارائهم، يحبوا يبدوا النصيحة، ويحبوا دايما يشاركوا معلوماتهم الجديدة مع الاخرين، وبيستمتعوا بالتأثير في حياة الاخرين. الحقيقة بروكتر اند جامبل اخترقت الفوكل بوينت جروبس ديت، المامز جروب، وحاولت كمان ان هي تسوق من خلالهم، وتسوق ان انت عضويتك للفوكال بوينت دي هتديك خبرات وهتديك ادفايس في حاجات كتير. فوكال بوينت ده زي ما بنقرا كده مع بعض، is a community where women get free samples. طبعا الكوميونيتي دوت بياخدوا فيه عينات مجانية، so they can try out new products، بيقربوا المنتجات،
الممبرز بإيميل شورت سيرفي تو سي اف ذي ار جود فات تو تراي اوت ا نيو برودكت. اف سيلكتد ذي ويل ريسيف فري سامبلز فري برودكتس اور فري كوبون. After members have tried out the product, they will be asked to share their opinion and experience with that product. There are also articles and message boards where women can come together and talk about their free samples. بتوزع على المجتمعات دي كوبونات وبتوزع عليهم عينات مجانية لتجربة المنتجات ديت، ولو او بيتبعت لهم سيرفيز استقصاءات لسؤالهم عن ارائهم في المنتجات دي، ولو اثبتت المنتجات دي حسن اختيار وتجربة معاهم طبعا بيشيروا الاكسبيرينس دي مع الكوميونيتي بتاعهم وينقلوا خبراتهم الايجابية. دول كده بالنسبة للماركتير مين اوبينيون ليدر، قادة مؤثرين بفكرهم وبوجهة نظرهم وبرأيهم في مجتمعات العملاء او في السيجمنتس اللي احنا عايزينها. لازم الماركتير يحدد مين الفوكال بوينتس دولت او مين الاوبينيون ليدر زور، ويحاول يتواصل معاهم بالعروض المختلفة زي ما احنا ما شفنا هنا في فوكال بوينت. طبعا بروكتر اند جامبل زي ما قلنا استغلت الفوكال بوينتس كوميونيتي ده بشكل عالي جدا، لان هم اوريدي ايه كوميونيتي اوف مامز، مجموعه من الامهات اللي بيشيروا الاكسبيرينس بتاعتهم. فاميلي ديستنشنز افكتنج باينج ديسيجنز، التفرقه العائليه بتؤثر على قرارات الشراء. The family is the most important consuming buying organization in society and family members constitute the most influential primary reference group. العيلة دي أهم منظمة في المجتمع بتؤثر على سلوك البيع والشراء. أهم حاجة بتؤثر بشكل كمان أساسي، لأن هم يعتبروا إيه primary group. Two families in the buyer's life. The family of orientation consists of parents and siblings. From parents to a person acquire an orientation towards religion, politics, economics, and a sense of personal ambition, self-worth, and love. في عيلتين دايما بتبقى في حياة المشتري. العيلة الأساسية قرايبه أهله أبوه وأمه اللي هو بينتمي إليهم، واللي هو بينشئوا فيه وبيغرزوا فيه القيم والعادات والموروثات الدينية والاجتماعية والثقافية وتوجهاته كمان الاقتصادية والسياسية. حتى لو هو ما بيتعاملش دلوقتي وما بيتواصلش مع أهله، فبيكون دايما فيه الـ parental influence، التأثير الأبوي أو التأثير الوالدين على السلوك بيكون واضح جدا. 40% تقريبا من العائلات عندهم انشورنس تأمين مع نفس الشركات اللي الأهل الزوج أو أهل الأب كانوا بيتعاملوا معاها. تمام، مين هي شركة التأمين اللي والدك أو والدتك بيأمنين العربيات بتاعتهم عليها؟ هتلاقي أنت بالتبعية بتميل لنفس الشركة أو مأمن مع نفس الشركة. A more direct influence on everyday buying behavior is the family of procreation. احنا قلنا الفاميلي الأولانية هي العيلة الأولانية، هي الأب والأم والقرايب. اما العيله الثانيه بقى هي البروكرييشن، اللي هي مين بقى؟ الزوجه والاولاد. بعد كده في الحياه في امريكا husband wife engagement in purchase has traditionally varied widely by product category. راديو تشيك ليه 7000 محل او سلسله محلات، بيعين اغلب محلاته بيعين سيدات. ها بيقول لك ان الشيلدرن تحت سن 14 سنة بيتأثروا influence as much as 47% of American household spending، بيؤثروا بشكل كبير جدا على حجم المشتريات بتاعة العيلة بتاعتهم بنسبة 47%. الاولاد هم اللي بيؤثروا.
هو هنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان السيدات ليها تأثير في السلوك الشرائي، عشان كده في منتجات كتيرة قوي تبص تلاقي ان هو بيوجه الرسالة التسويقية بتاعته للسيدة، لان هي هيبقى ليها قرار الشراء في بعض المنتجات، في بعض المنتجات على سبيل المثال قرار العربية، شراء برودكت زي العربية، تلاقي التسويق بيوجه رسالته لمين؟ توجهها للراجل مش للسيدة، اللي بياخد دايما قرار الشراء في العربية بيكون الراجل، الأب، الزوج. طيب قرار الشراء في المنتجات المنزلية، المفروشات، العفش، الأساس، ها تلاقي قرار الشراء دايما بيتاخد من السيدة. إذا الرسالة التسويقية هتوجه أكتر لمين؟ سيدة، تمام، مش الرجل. طيب بغض النظر مين اللي بيدفع، احنا مش بنتكلم هنا على مين اللي بيدفع، احنا بنتكلم في مين المؤثر في قرار الشراء. الاولاد تحت سن 14 سنة بيؤثروا بنسبة كبيرة جدا في حجم المشتريات المنزلية بنسبة تصل ل 47% بشكل مباشر او غير مباشر، لدرجة ان النسب دي تعدت 700 بليون دولار. النسبة دي حدت حاجة، تخيل مؤثر لدرجة ان المشتريات المنزلية بيؤثروا فيها بنسبة 700 مليون بليون دولار، 700 بليون. طبعا ده نسبة كبيرة جدا. ايوة احنا بنتحرك بولادنا، هم اللي بيقولوا لنا عايزين ياكلوا ايه وعايزين يشربوا ايه ونوع اللبن اللي بيحبوه ونوع البرجر اللي بياكلوه والمحلات اللي عايزين ياكلوا فيها والاماكن اللي عايزين يتفسحوا فيها. الدراسات اثبتت ان 47% كنسبة بتتأثر بالاولاد تحت سن 14 سنة. فالزوجة دايما has actually acted as the family's main purchasing agent especially for food sundries and staple clothing items. السيدة دايما بيكون ليها قرار الشراء في الأكل وفي الملابس وغيرها. Now traditional purchasing rules are changing and the marketeers should be wise to see both men and women as possible targets. ماركتير دلوقتي لازم ينظر للسيدة وللرجل على قدم المساواة، ان هما الاتنين بيترجتهم، بس لازم يبقى فاهم الشراء، قرار الشراء هيجي منين. شركة هامر عملت حاجة لطيفة قوي، طبعا هامر براند السيارات المعروف، اجبرت ماكدونالدز او تعاملت مع ماكدونالدز، اتفقت معاه ان هو يبتدي يحط في الهابي ميل بتاعته. ماكدونالدز بيقدم دايما في الهابي ميل العاب، فحط في الالعاب نموذج لسيارة هامر. ده شكل تسويقي هايل، بيحاول يأثر بيه على الفكر بتاع مين؟ بتاع العملاء، تمام، من خلال اطفالهم. مع ان السيارة اللي بياخد قرار الشراء بتاعها هو قلنا في اغلب الوقت بيكون الزوج او الاب، ولكن بص هو بيختاركم منين؟ بيحاول يروح له منين؟ هو درس السوق، لقى ان ايه الاماكن اللي اغلب رجال الاعمال او الناس اللي ممكن تشتري السيارات ممكن يروحوا لهم ويخترقهم بيها. قال لك ولاده، حتى لو هو اللي مش راح اشترى له الهابي ميل فهو بيجي البيت الولد باللعبه، فاصبحت اللعبه ها بيشتغل هنا على وجود البرودكت بتاعه قدام عينين العميل في طول الوقت، تمام، التعود البصري عليها، لفت النظر، الاي اتراكشن. في عوامل بقى شخصيه بتؤثر على قرار الشراء، زي ايه؟ زي الايدج، السن، اللايف سايكل ستيج، المرحله العمريه اللي احنا فيها دلوقتي شكلها ايه، بمعنى اعزب، شاب، مراهق، متزوج، مطلق، الاوكيبيشن، الوظيفه، حاله الثراء، الويلث، بيرسوناليتي، الشخصيه، بيرسوناليتي ماتريكس كمان بتتحلل فيها العملاء،
الفاليوز، القيم، لايف ستايل، شكل الحياه، والسلف كونسبت، رؤيته هو لذاته ايه. Personal factors that affect consumer decisions include age, life cycle stage, occupation, wealth, personality, values and lifestyle and self concepts. رؤيته لذاته والحياة وعاداته وتقاليده والشخصية وبالتالي الماركتير لازم يعمل لنا الايدج ستراكشر زي ما احنا شايفين قدامنا كده. لازم يقسم العملاء بتوعه according لهيكل العمر ما بين اب او جد او ابن، ولازم كمان يقسم المرحله العمريه والستيج والفتره بتاعه الحياه. على فكره دايما تذوقنا للطعام واذواقنا في الملابس واذواقنا في العفش وفي حاجات كتيرة قوي بيتغير according للايدج، للمرحلة العمرية اللي احنا فيها. السلوك الاستهلاكي كمان بيتشكل من خلال الفاميلي لايف سايكل، دورة حياة العائلة وعدد وسن ونوع جنس الناس اللي انت بتتعامل معاهم. United States households are increasingly fragmented. The traditional family of four with a husband, wife and two kids makes up a much smaller percentage of total households than it once did. The average United States household size in 2008 was 2.6 persons. In Egypt it is 4.4. نسبة طبعا مختلفة تماما. قال لك العيلة اللي في أمريكا اللي بتتكون من 4 أفراد، زوج وزوجة وفردين وطفلين، دي بتستهلك استهلاكات منزلية أقل من نسب التوتال هاوس هولد اللي ممكن تعمل تستهلك نفس النسب دي. فقاسوها في سنة 2008 لقوا ان حجم الهاوس هولد استخدامات المنزلية بتعادل 2.6%، بينما في ايجيبت 4.4. تمام، في مصر الاسرة بتاعتنا متوسطها 4.4، في امريكا متوسطها 2.6. ملايين من الاطفال تحت سن 17 سنة قاعدين اونلاين طول الوقت. طب انت لو عايز توصل لهم ازاي دلوقتي؟ توصل لهم بالاونلاين طبعا، من خلال السوشيال ميديا. بالاضافه لكده psychological life cycle stage may matter. adults experience certain passages or transformations as they go through life. Their behavior as they go through these passages, such as becoming a parent, is not necessarily fixed out changes with the times. حتى المراحل الحياة النفسية اللي بيمر بيها الشخص، بيمر الأدلت بممرات نفسية مختلفة بتمثل تغيير في حالاته المزاجية وحالاته النفسية. حتى دي كمان لازم المسوق يكون مدرك ليها. لازم المسوق يحط في عين الاعتبار ايه هي الايفنتس اللي ممكن يمر بيها، المواسم المهمة او الاحداث المهمة اللي ممكن تعمل ترانزيشنز، نقلات في حياة العميل، زي الزواج، الانجاب، المرض، الانتقال من مكان لآخر أو من بيئة لأخرى، العزال، الطلاق، الوظيفة الأولى، تغيير الوظيفة، التقاعد أو الإحالة للمعاش، فقدان إحدى الأزواج، وفاة الزوج أو وفاة الزوجة. على فكرة وفاة الزوج أو الزوجة بتخلق نيدز جديد، مش بتخلق نيدز، احنا معترضين على خلق النيدز، ولكن بتوجد لك احتياجات جديدة بتظهرها. This should alert service provider, banks, lawyers to ways they can help. طب الحالات ديت هتخليك محتاج خدمات بنكية معينة،
هتلجأ لها في الحالات ديت، خدمات خاصة بالمحاماة، هتحتاج محامين، هتحتاج حاجات تساعدك. حتى دي كمان لازم تبقى دارسها وعارفها. طيب لو جينا قلنا الاكيبيشن والايكونوميك سيركمستانسز، يعني الظروف المحيطة الاقتصادية والمحيطة بالعمل هتكون شكلها ايه. الوظيفة كمان بتؤثر على نموذج الاستهلاك بتاعنا. Marketeers try to identify the occupational groups they have above average interest in their products and services and even tailor products for certain occupational groups. Computer software companies, for example, design different products for brand managers, pharmacists, engineers, lawyers, and physicians. طبعا حتى طبيعة الوظيفة ممكن توجد لك احتياجات مختلفة وسلوك استهلاكي مختلف. فحتى الناس، الشركات اللي بتعمل برمجة وبتقدم برامج سوفت وير معينة، هي كمان بتديزاين ديفرنت برودكت، بتديزاين منتجات مختلفة للمديرين، منتجات مختلفة من البرامج بتاعتهم للناس. الصيادلة بيبقى ليها عم احتياجات، للمهندسين، للمحامين، للفيزيائيين. طيب اذا دراستي لطبيعة حتى الاكيبيشن هتخليني احدد المنتجات وشكل المنتجات اللي ممكن اقدمها للعملاء. As a recent recursion career clearly indicate both product and brand choice are greatly affected by economic circumstances. الحالة الاقتصادية بتأثر بشكل كبير جدا على المنتج والعلامة التجارية اللي بتستخدم. الدخل لو ثابت، مستوى الدخل قد ايه، معدل الدخل ده بيجي لي كم مرة في السنة، التوفير والمدخرات والأصول اللي موجودة يتضمنها مدى السيولة اللي تحت ايدي. انا عندي عقارات كتيرة، انا غني، بس فلوسي كلها مجمدها في ايه؟ مجمدها في اسيتس، في عقارات. طب انا معايا سيولة كافية اشتري بيها بقى الكونسامشن برودكتس مثلا، السلع الاستهلاكية. طبعا دي المعلومات دي تأثر، الديون، قوة الاقتراض بيقترض بنسبة قد ايه، وتوجهاتي او مقنعاتي تجاه فكرة التوفير والشراء. هل انا بتبنى مبدأ الادخار؟ ها، هل ده الاتيتيود بتاعي، توجهاتي، قناعاتي، ولا بتبنى مبدأ ايه؟ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ها، القناعات بتاعت العميل ايه؟ Luxury goods makers such as Gucci, Prada and Burberry are vulnerable to an economic downturn. البراندات الكبيرة اللي ذات رفاهية شديدة زي برادا وجوتشي استحالة يتأثروا اقتصاديا، لان هم عرفوا كويس قوي الناس اللي بتشتري والناس اللي بتحقق من وراهم بروفيتس شكلهم ايه. ارخص سيارة على مستوى العالم هي السيارة الهندية اللي عرفت تخترق السوق، ماشي، والتارجت كاستمر يشتري السيارة الرخيصة وتتناسب مع معدلات الدخل بتاعته، وحطت مميزات كتير للعربية دي أثناء تسويقها ليها وعرضها. طب لو حصل انخفاض في الحالة الاقتصادية يعمل ايه العميل؟ زي ما عملت العربية الهندية، يعمل ريديزاين، يعمل ريبوزيشن اند ريبرايس، يعيد تصميم المنتج بتاعه بحيث ما يبقاش مكلف بالنسبة له رو ماتيريال كتيرة، وبالتالي يقدر ينزله السوق بسعر اقل.
يعملوا ريبوزيشننج، يوجدوا في سوق غير السوق اللي حصل فيه حالة الانهيار الاقتصادي، او يعملوا ريبرايسنج، يعيد تسعيره من اول وجديد. الماركتير can do all of this to their products or introduce or increase the emphasis on discount brands so they can continue to offer value to target customer. او تفضل طول الوقت تأكد على ان انا عامل لك خصم، عامل لك سيل، عامل لك ديسكاونت عشان تأكد للعميل بتاعك حجم الفاليو اللي هو بيحصل عليها. صناعة الأوتيلات أو البيزنس بتاع الأوتيلات بيزنس معقد برضو، وفي حاجات كتير بتبقى متداخلة فيه. لازم تفهم كويس قوي طبيعة العميل والبرسوناليتي بتاعته، لأن أنت بتقدم سيرفيس على درجة عالية جدا. تمام. السيرفيس حتى على فكرة يا جماعة ما بقاش فيه دلوقتي بيور سيرفيس أو بيور برودكت، لأن أي سيرفيس يتضمنها منتجات وأي منتج يتضمنه خدمات. بس الاوتيل لازم تفهم فيه البرسوناليتي كويس قوي، لازم تجمع معلومات عن العملاء بتوعك، البريفرنسز بتاعتهم، لان كل شخص مختلف في سماته الشخصية، وبالتالي سماته الشخصية دي هتأثر بشكل ما على السلوك الشرائي بتاعه. نقصد ايه بالبرسوناليتي بالشخصية؟ نقصد السايكولوجيكال تريتس، الميول النفسية اللي بتؤثر بشكل أو بآخر على استجاباتي لكل المؤثرات الاجتماعية اللي حواليا. By personality we mean a set of distinguishing human psychological traits that lead to consistent and enduring responses to environmental stimuli. الاستيمولاي ده يعني ايه؟ المحفز او المثير الخارجي اللي موجود في البيئة اللي بيستفزني او يحثني على شراء المنتج ده او رؤيته. تمام. ايه هي بقى البرسوناليتي كاركترستكس، السمات الشخصية اللي ممكن تأثر عليا نفسيا عشان تجبرني على الشراء؟ We often describe personality in terms of such traits: self-confidence, dominance, independence, deference, social and adaptability. عادة بنوصف الشخصية بمجموعة سمات زي واثق قوي من نفسه، مسيطر، مستقل، ديفنسيف، عدائي، اجتماعي، متكيف مع الظروف المختلفة. حتى العلامات التجارية ابتدت توصف نفسها هي كمان بسمات شخصية. فحتى يقول لك دلوقتي في كونسبت طالع اسمه البراند بيرسوناليتي. العميل بيميل دايما ان يشتري العلامات التجارية اللي شخصيتها تتماشى مع شخصيته. We define brand personality as a specific mix of human traits that we can attribute to a particular brand. البراند بيرسوناليتي دي مجموعة السمات اللي بتميز المنتج ده واللي ممكن او تتماشى مع السمات بتاعت عميل عندي. البراند بيرسوناليتي identify the following traits: sincerity، الأمانة، excitement، competence، sophistication، rigidness. حتى مجموعة السمات ديت بتميز لي البراند او العلامة التجارية بتاعتي. ممكن اوصف المنتج بتاعي بانه منتج جريء، منتج مبتكر، منتج مبدع على احدث صيحة، منتج ذكي، ريلابل، في اعتمادية عالية عليه، عنده قوة تحمل، منتج سوفيستيكيتد، بيخاطب بس الطبقة العليا والطبقة اللي بتنجذب للحاجات اللي مش سلسة ومش واضحة، ويحب دايما حاجات تعمل له تريجرينج. تمام. البرفيومز
العطور من اكتر المنتجات اللي لازم يكون البراند ليه بيرسوناليتي، تمام؟ وبتلاقي ان البرسوناليتي بتاعت البراند بتأثر جدا على الشخصية. في حد يشم برفان يقول لك البرفان ده بحبه قوي، بحس انه شبهي. شبهه في ايه؟ تيجي تشتري لبنوتك كده برفان، تشتري للبنت برفان شكله ايه؟ بنتك هتشتري لها برفان ايه؟ برفان فيه ريحة الورد، برفان ناعم بسيط رقيق، صح؟ اذا حتى الشخصية بتاعت العميل اكيد هتأثر بشكل ما على المنتجات بتاعته. طبعا انتوا السلايدز المفروض هتبقى معاكم، تقدروا تاخدوا معلومات جميلة جدا جدا عن البراندز بتاعت العطور دي. فيقول لك البراند ممكن يكون بيتمتع بريحة الزهور، ممكن يكون بيتمتع بريحة النباتات، ممكن يكون سبايسي تحس ان فيه ريحة التوابل، صح؟ الخشب، العطور زي ريحة المسك والصندل، ريحة الخشب موجودة فيه. دي سمات بتميز الشخصية. معلومات لطيفة جدا تقدر تربط بيها نوعية المنتجات دي، ايه الشخصية اللي ممكن تتلائم معاها. جزء انا شايفاه انترستنج او ان انت تقرأ عنه وتكبرهم وتاخدهم بالتفصيل. كمان لما تاخد شخصية طف وقوية علشان يؤمر الناس بان هم ما يلوثوش الارض، ما يقوموش بتجريف الاراضي الزراعية، يحافظوا على البيئة اللي حواليهم، تمام؟ شخصية، الشخصية نفسها انت بتحاول تأثر بيها على العميل. Brands tend to be strong on one particular trait. For instance, Levi's on روجدنس، قوة التحمل والصلابة بتاعت ليفايز. اكسايتمنت زي ام تي في، سي ان ان اون كومبيتنس، اند كامبلز اون سنسوريتي. يعني ممكن كمان المنتج ها تقدر توصفه بسمة او بخاصية ليه. This brands will in theory attract users high on the same traits. طبعا المنتجات دي تجذب العميل اللي يتمتع بنفس السمات الشخصية. Best Buy has developed a personality image of sincerity using its 12 force on Twitter. استخدام طبعا تويتر واستخدام السوشيال ميديا لتسويق حتى البرسوناليتي بتاعت البراندز. البلوجز ها والفيديوهات وبيست باي وشكل الشراء من خلال بيست باي والمنتجات اللي انت ممكن تشتريها ها، وازاي تو امباور الكاستمر بتاعك، وازاي تو انجيج هيم اكسترنالي من خلال التويتر والفيسبوك والبلوكس المختلفه، التكنيكال اسيستنت الياهو اللي بيجاوبك على الاجابات على الاسئله بتاعتك، حجم المبيع، كوميونتي مختلفه تماما، ماركتنج سليم، ازاي الناس دي بتدرس العميل وبتوجد للبراندز بتاعتها بيرسوناليتي تتوائم مع طبيعة العملاء اللي هيشتغلوا معاهم. فكر مختلف. This is interesting. Best Buy is encouraging hundreds of employees to handle online customer service. Best Buy بيشجع الموظفين ان هم يخدموا العملاء. Company Promotions بتقدم العروض الترويجية بتاعتها من خلال تويتر. Not mentioning their own website but merely the URL of the profile. ما يقولوش ادخل على الويب سايت بتاعنا، ولكن يديك بس الايه اللينك بتاع المنتج اللي هم عاملين له ديسكاونت او عاملين له اوفر. اللايف ستايل
بتؤثر هي كمان على ال person's pattern of living in the world as expressed in activities, interests and opinions. It portrays the whole person interacting with his or her environment. Marketeers search for relationship between their products and lifestyle groups. Approximately 16 مليون represent 3% high earning target youth and wealthy lifestyle. Spent a lot on personal clothing, accessories, food, entertainment and durable as well as لما نيجي نعرف اللايف ستايل هنقول ايه اللايف ستايل is a person's pattern of living in the world as expressed in activities, interests and opinions. طريقة عيشته اللي في الحياة عاملة ازاي, الباترن نموذج حياته شكله ايه. It portrays the whole person interacting with his or her environment, ازاي الشخص بيتفاعل وبيتعامل مع البيئة المحيطة بيه. ماركتيرز search for relationship between their products and lifestyle groups. دايما الماركتير بيبحث عن وسيلة تواصل ما بين المنتجات بتاعتهم وما بين نمط الحياة اللي بيعيشها الشخص. في خلال 54% من الانديان بوبليشن اللي هم نسبة السكان الهنود اللي تحت 36 سنة, حوالي 16 مليون منهم بيمثلوا 3% اللي هم من الشباب الغني اللي نمط الحياة بتاعه يتمثل بالرفاهية. لقينا ان عدد كبير منهم جدا بيصرف كم كبير من الانفاق بتاعه بيكون على الملابس الشخصية وعلى الاكسسوارات وعلى الاكل وعلى وسائل الرفاهية المختلفة. تمام, ده فين الكلام ده؟ ده الكلام ده موجود في الهند, سواء كانت الرفاهية ديت ان هو يقضي رحلاته في الهند او خارج اطار الدولة بتاعته. ليفي ستارس بيعتبر الهند as one of the fastest growing market for leaves in the world. بيعتبر ان الهند دي احد الاسواق سريعة النمو اللي موجودة ليه في العالم. نموذج لايف ستايل او الحياه بيحدد شكل التسويق المنتجات ايه. انا عايزه اقول لحضراتكم بالرغم من ان كتير بشايف ان البلد عندنا ممكن يكون اقتصادها ضعيف او كده, الا ان نمط الحياه الاستهلاكي المرتفع جدا للشعب المصري بيعتبر بالنسبه للكثير من الناس سوق خصب جدا وارض خصبه جدا لتحقيق الارباح. Lifestyle of health and sustainability. Lifestyle is a person's pattern of living in the world as expressed in activities, interests and opinion. ده definition اللي احنا عرفنا بيه قبل كده, نمط الحياة. Sustainable economy. Health lifestyle. Ecological lifestyle. Alternative health care. Personal development. ازاي ان احنا نتعامل مع نمط الحياة؟ لازم يكون عندنا معرفة بشكل الدخل الاقتصادي ومدى sustainability بتاعته, يعني مستمر ولا في فجوات, في ups and downs كتير في معدل الدخل للفرد, ولا في sustainability, في ثبات في الدخل. نمط الحياة الصحية شكله ايه؟ نمط الحياة البيئية شكله ايه؟ بدائل الرعاية الصحية او الاهتمام بالصحة وبالبشرة شكلها ايه؟ وازاي الشخص بيشتغل على تطوير ذاته؟ ده كان احدى الاعلانات اللي بتوجهها LG في الاير كونديشنينج, وازاي ان هي بتراعي فيها فكرة نمط الحياة. انا بقدم لك مالتي فلو ولا بقدم لك بري كول ولا سبيد كول, كلها في الاخر هو برودكت واحد, بس انت بتحاول تمانج اللايف ستايل بتاع الحياة المختلف للعملاء بتوعك من خلال شوية تغييرات او تيلورينج بسيط في البرودكت بتاعك عشان تكوب مع الانماط بتاع العملاء المختلفين اللي انت بتتعامل معاهم.
دي برضو احدى الاعلانات اللي زي بتؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة والحفاظ على اللون الأخضر في الانفايرومنت، وإن البيئة ديت المفروض، وحماية الغابات دي من الحاجات اللي بتمدنا بالطاقة، وإن المفروض إن الانرجي يتحافظ عليها من خلال المحافظة على البيئة. Consumers who worry about the environment want products to be produced in a sustainable way. بالنسبة للمستهلكين أو المشترين اللي العملاء اللي بيبقوا مهتمين جدا بالبيئة، بيبقى عايزين المنتجات بتاعتهم تكون منتجات sustainable، green market زي ما بيقولوا، تسويق أخضر بتؤكد فيه على فكرة إن المنتجات بتاعتك منتجات أورجانيك، منتجات سيف للإنفايرمنت، منتجات بيتعمل لها ريسايكلينج، إعادة تدوير المخلفات، وبالتالي يستشعروا إن they spend money to advance their personal health، بحيث إن هم بيصرفوا فلوس في الآخر هيعود عليهم وعلى حالتهم الصحية بالنفع. على سبيل المثال، اللايف ستايل والهيلث والسستينابيلتي كانت احدى الشركات، لواغ دوت من الشركات اللي تبنت فكرة الانفايرومنت والجرين ماركت، وازاي ان انت بتقدم منتجات سستينابل ومنتجات بتحافظ في الاخر على الهيلث، وازاي ان اتش بني انت بتسبند كل مليم انت بتصرفه هو بيعود عليك، مش بس انك بتجيب برودكت، لا ده انت بتجيب برودكت سستينابل، برودكت صديق للبيئة، وبالتالي بيعود على صحتك بالنفع في الاخر. One estimate placed، إحدى التقديرات حطت 19% من الأدلتس in the United States or 41 million people in the Lawas or Culture Creative category. 19% من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيمثلوا حوالي 41 مليون شخص بيحطوه في الكاتيجوري بتاع الواها اللي هو الكالتشر كرييتيف، اللي هو التصنيف اللي دايما بيروح لانه يستخدم منتجات صديقه للبيئه. The market for Lawas product encompasses organic food, energy efficient appliances and solar panels, alternative medicine and eco-tourism. Taken account for an estimated $209 billion market in 2006 and up to $400 billion market in 2010. طبعا اللي يشمل كل حاجه، الواهز ماركت ده يشمل الاورجانيك فود، الطعام الصحي، يشمل توفير الطاقه، حتى الاجهزه دلوقتي بقى في ترند كبير جدا ان يحطوا لك على الاجهزه الكهربائيه حجم الطاقه اللي بتستخدمها وهي بتسيف انرجي بمقدار قد ايه. البدائل للأدوية اللي ملهاش سايد افكتس عالية، كل ده بيندرج تحت المنتجات السستينابل بالنسبة للشخص. وطبعا هنا بيحط لنا أرقام المبيعات دي اتحققت قد ايه. في سنة 2006 209 بليون، ريجاردنج 2010 وصلنا ل 400 بليون، وده رقم كبير جدا. التيبل اللي هنعرضه بيوري الواهز ديموغرافيك انتو 5 سيجمنت وذ استيميتد سايد اند برودكت اند سيرفيس انترست، بيحدد لنا الديموغرافيك، البعد الديموغرافي للتقسيم الطبقي للسوق، تقسيم السوق للقطاعات اكوردنج للاستيميتد سايد وللبرودكت وللسيرفيس اللي بتتقدم والاهتمامات بيها شكلها ايه. فنلاقي عندنا البيرسونال هيلث، عندنا الناتشرال لايف ستايل، عندنا جرين بيلدينج، الالتيرناتيف ترانسبورتيشن، الايكو توريزم، الالتيرناتيف انرجي. سيبها معاها شويه كده تقروها. The starting point for understanding the consumer behavior is the stimuli response model shown in figure 6.1 اللي احنا وريناه لحضراتكم.
تمام. بدايتنا دايما من ان انا افهم سلوك المستهلك من المحفزات اللي بتحفز المستهلك ازاي رياكت توردنج البرودكتس اللي بتتقدم. Marketing and environmental stimuli enter the consumer consciousness and a set of psychological processes combine with certain consumer characteristics to result in decision processes and purchase decision. نفس الكلام اللي احنا قلناه، المؤثرات الخارجية بتتدخل بشدة مع العوامل النفسية في تأثير قرار الشراء بتاع المستهلك وفي خلق مستهلك لنمط شرائي معين بسمات معينة. التيبل دوت هو ده التيبل اللي احنا بنتكلم عنه من شوية، هكبره لحضراتكم عشان نتكلم عنه افضل. نلاقي ايه؟ نلاقي عندنا الماركتينج ستيمولاي برودكتس اند سيرفيسز، المؤثرات التسويقيه او المحفزات التسويقيه اللي ممكن تخليني اشتري المنتج من عدمه. ايه هي البرودكتس؟ المنتجات، الخدمات، انا بتكلم على الجرين تيبل ده يا جماعه دلوقتي. الديستريبيوشن شكل التوزيع، والكوميونيكيشن شكل التواصل مع ما بيني وما بين الشركه المقدمه للمنتج او الخدمه. في مؤثرات او محفزات اخرى، ايوه، زي الايه؟ الحاله الاقتصاديه، الايكونوميك، التكنولوجيكال، التقنيه او مقدار التقدم التكنولوجي، الحاله الاقتصاديه والحاله الثقافيه. طيب يتدخل بقى عندنا الكونسيومر سايكولوجي، نفسيه المستهلك، ايه المحفزات بتاعته، الموتيفيشن، البرسبشنز، انطباعاته، ليرنينج، خبراته السابقه، عرف ايه عن المنتج ده قبل كده، اتعلم منه ايه، ميموري، الذاكرة بتاعته، فاكرة ايه ومش فاكرة ايه. consumer characteristics، في خصائص للمستهلك، خصائص زي ايه؟ الخصائص دي يتدخل فيها الكالتشر، الثقافة، السوشيال، المجتمع المحيط بيه، البيرسونال، عادات وحاجات شخصية بيه هو. الحاجات دي مع بعضها، الماركتينج ستيمولاي والكونسيومر سايكولوجي مع الكاركترستكس بتاعته، يخلقوا لي باينج ديسيجن بروسيس، في بقى يتدخلوا في عمليه صنع القرار، ماشي، اتخاذ قرار الشراء. فبتبص تلاقي عندنا بنمر بالبدائل الاتيه: بروبلم ريكوجنيشن، انفورميشن سيرش، ايفالويشن اوف الترناتيفز، بيرشيز ديسيجن، اند بوست بيرشيز بيهافير. طيب كل العمليه، المراحل دي بتتم قبل ما ياخد العميل قراره بالشراء من عدم. ايه هما؟ اول حاجه يبتدي يتعرف على المشكله. يعني ايه مشكله؟ مقصود بالمشكله هنا الحاله او الحاله الشرائيه. ابتدي اتعرف ان انا في نيد، احتياج لتلبيه حاجه معينه، جعان، this is the problem، ها. فابتدي اتعرف على ان انا في جوع دلوقتي، عايز اسد الجوع. كلمه بروبلم مش مقصود بيها المشكله بالمعنى السلبي، وانما هو النقص او الاحتياج او الكيسه او التعرف على الحاله اللي احنا فيها. ابتدي اعمل انفورميشن سيرش، بحث بالمعلومات عن المنتجات المعروضه او الحاجات اللي ممكن تفلفل او تحل لي البروبلم دي. ايفالويشن اوف الترناتيفز، تقييم للبدائل، اتخذ قرار الشراء. وفي قبل ما بقوم بالسلوك الشرائي بيبقى دايما في حاله من حالات الايه، اروح المحل، في افرت معين بيبذل، اسال سؤال تاني، ففي اجراءات بتتم قبل الايه، قبل البرشيزنج بيهافير. بقوم بالبرشيز ديسيجن، باخد قرار الشراء، بختار المنتج، ببراند تشويس، بختار العلامة التجارية، بختار الديلر الموزع اللي هتعامل معاه، بحدد الكمية اللي هشتري بيها، وبحدد الوقت شراء وآلية الشراء. آلية الشراء أو آلية الدفع اللي هي هدفع كاش، هدفع آجل، هدفع بالكريدت كارد، هشتري أونلاين، صح؟ تمام؟ فدي كلها بنسميها إيه؟ بتدخل ضمن الإيه؟ الديسيجن. The marketeers
task is to understand what happens in the consumer consciousness between the arrival of the outside marketing stimuli and the ultimate purchase decision. Four key psychological processes: motivation, perception, learning and memory. الحالات النفسية اللي بتتدخل في قرار الشراء زي ما احنا قلنا تحفيزه وانطباعاته وتعلمه وذاكرته عن المنتج. طب لو احنا حبينا ندرس ايه هو الموتيفيشن، في نظريات كتيرة اتكلمت في عمليات التحفيز والمؤثرات في التحفيز لسلوك شرائي للمنتج. طبعا اشهر من نتكلم في او بدايه من نتكلم في التحفيز كان ماسلو، كان فرويد. فرويد كان عالم نفس، يمكن كتير مننا سمع عنه. نظريه فرويد بتقول ان البيهيفير از جايدد باي سبكونشس موتيفيشنز، دايما السلوك بيكون موجه بتحفيز داخلي في اللاوعي. ماسلو هيراركي اوف نيدز، ماسلو هيراركي اوف نيدز اللي هو هرم مظلو للاحتياجات. behavior is driven by lowest unmet need. behavior السلوك is driven by lowest unmet need. السلوك دايما بيحركه اقل انواع الاحتياجات، ويمكن احنا هنستعرض مع بعض بعد شوية هرم مظلو للاحتياجات الاساسية شكله ايه. هيرسبرج تو فاكتور ثيوري، بيهيفير از جايدد باي موتيفيتنج اند هايجين فاكتورز. هيرسبرج بقى قال لنا ايه؟ قال لنا ان السلوك موجه بآليتين، الآلية الأولانية هي التحفيز، والآلية الثانية هي الايه؟ البيئة الخارجية او العوامل الصحية والعوامل البيئية اللي بيسموها الهايجين فاكتور. التلاتة دولت هما اشهر نظريات في تحفيز الجنس البشري، سيجمنت فرويد وابراهام مازلو وفريدريك هيرسبرغ. They carry quite different implications for consumer analysis and marketing strategy. الحقيقة كانت نظرياتهم مؤثرة بشكل كبير جدا في تحليل السلوك الشرائي للمستهلك ووضع استراتيجيات التسويق. سيجمنت فرويد اول واحد اتكلم في علم النفس واتخذت نظريات ومأخذ الجد وابتدت تدرس. He assumed that the psychological forces shaping people's behavior are largely unconscious. بيقول لك دايما اللي بيؤثر في سلوك الإنسان بيكون اللاوعي، وبالتالي فالشخص cannot fully understand his or her own motivations، وعلشان كده الشخص ما بيبقاش قادر يحدد ايه هي الموتيفيشنز بتاعته. تمام، ايه هي الحاجات الدوافع او الكوامن اللي بتساعد على تحفيزه. someone who examines specific brands will react not only to their stated capabilities but also to other less conscious signs such as the shape, size, weight, material, color and brand name. الشخص لما بيأكت بيتصرف او بيفحص علامة تجارية معينة، هو مش بس تصرفه او سلوكه بالشراء من عدمه نتيجة رؤيته او تقييمه للمنتج ده، وانما الحقيقة هو في عناصر اخرى في الانكونشس في اللاوعي، ها ما بيبقاش مدركها قوي، ممكن درجة وعيها تكون طفيفة، بتؤثر عليه زي الحجم زي الشكل. طب ناخد امثلة على كده. لو انا جيت قلت لحضرتك ان في ناس بطبيعتها بتميل للاشكال الهندسية وناس تانية ما تحبش تتقيد بالسيستماتيك باترنز، بالنماذج التقليدية، بمعنى ما بتحبش الخطوط المستقيمة، ده بريفرنس، ده ميل، يعني ما بحبش ان انا لما اجي اتفرج على شكل يكون الشكل ده محددني باطار معين. السيستم او اللاينز ديت، الخطوط المستقيمة ديت، بتسبب نوع من الاختراق. في ناس تحب تبقى دايما حاسة بحرية الحركة وحرية الهياكل او الاشكال اللي حواليها. لو انا جيت قلت لك تخيل حضرتك النمطين دولت، البريفرنس مجرد في الاشكال في الرسومات، وجيت قلت لك انا عامل لك علبة
تمام. العلبة ديت محددة قوي وسيستماتيك قوي، شكلها شكل الكيوب، وقدامك علبة تانية شكلها غير محدد المعالم، يعني مش شكلها نمطي، على شكل سحابة، على شكل رسمة، فيها شكل عشوائي. تمام. تفتكر الشخص في التغليف في الباكينج في الحالة دي هيميل لإيه؟ هيميل للمنتج اللي بيقدم له. لو انا ما بحبش الخطوط المستقيمة دي، فانا هميل للمنتج اللي ايه، اللي بيقدم لي التغليف بشكل ايه، غير نمطي او غير محدد بخطوط مستقيمة. ده مثال. الحاجة ديت في الايه، ما ببقاش ممكن كونشس بيها، ببقاش مدرك ان انا بميل للمنتج ده عشان مرجعية الخطوط المستقيمة عندي شكلها ايه، واللي هي طبعا ليها علاقة بحاجات نفسية. تمام. اذا الحجم، الوزن، الماتيريال، ها الماتيريال الناعمه ولا الماتيريال الخشنه، لما امسك الحاجه وتلمسها وسنس حاجه معينه، الالوان اللي تجذبني والالوان اللي تقفلني. حد ما بيحبش اللون الاسود، يبعد عن منتجات شكلها تغلفها اسود لمجرد عدم حب للون، في حين الناس تانية تعتبر ان اللون ده اشاره للفخامه، فعينيها تمله، يحصل لهم نوع من الاي اتراكشن. كل دوت علينا كمحفزات ل شراء المنتج من عدم. ابراهام مازلو thought to explain why people are driven by particular needs at a particular time. His answer is that human needs are arranged in a hierarchy from most to least pressing physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs, and self-actualization. هرم مازلو طبعا كان بيحدد ان الناس دايما بتمشي وراء الاحتياجات بتاعتها. تمام. وقالك ان الاحتياجات الانسانية بتترتب في الهيكل الهرمي، اللي هو بيبدأ من الاحتياجات الاساسية للانسان، الاحتياجات الجسمانية، الاحتياجات الفسيولوجية، تمام، الى ان نصل لمرحله السيفتيش، احتياجات الشعور بالامان، والسوشيال نيدز، الاحتياجات الاجتماعيه، ثم الشعور بتقدير الذات او تحقيق الذات. ده هرم مازلو. يمكن كتير منكم درسوا في الاداره وشافوا في الماركتينج. انا اديته في الاداره قبل كده ودرسته في الماركتينج. نسيبه شويه مع نطلع عليه. نبتدي بالفيسيولوجيكال نيدز، هو الاحتياج للحاجات الاساسيه، الهرم اللي هو مرحله الاحتياجات الاساسيه، من اكل لميه لمأوى، ثم الانتقال للسيفتي نيدز، احتياج الشعور بالامان اللي هو السكيورتي والبروتكشن، سوشيال نيدز، الاحتياجات الاجتماعيه، السنس اوف بيلونجينج اند لاف، الشعور بالانتماء والحب، الاستيم نيدز، السلف استيم والريكوجنيشن والستيتس، سيلف اكشواليزيشن اللي هو السلف ديفلوبمنت اند رياليزيشن اللي هو الشعور بتطوير الذات. ذا سلايد illustrates مازلوز نيد هيراركي. The theory suggests that people will try to satisfy their most important need first and then try to satisfy the next most important. مازلو كان بيقول ان انا علشان البي احتياج في الهرم ده ثلاثة او اربعة، لازم اكون ملبي واحد واثنين فرست. تمام. على سبيل المثال، البني ادم الجعان قوي، الشخص اللي بيموت من الجوع، اللي هو الاحتياج رقم واحد للاكل، والنقطة كان interest in the latest happenings in the art world اللي هو الاحتياج الخامس، مش هيبقى مهتم بايه اللي بيحصل في عالم الفن، nor in how he is viewed by others او الاحتياج الثالث، الناس بتبص عليه ازاي او شايفاه وبتقيمه ازاي، اللي هو الاحتياج الثالث او الرابع، اللي هو ايه الاحتياج الثالث، اللي هو الاحتياجات الاجتماعيه والاحتياج لتقدير الذات، nor even in whether he is breathing clean air، ولا هو حتى بيتنفس هواء نظيف اللي هو السيفتي ولا لا، but when he has enough food and water، لما يكون ما يبقى معاه اكل وميه بما فيه الكفايه، the next most important need will become saline.
تمام؟ لما اعمل اكتفاء باحتياج رقم واحد ابتدي ابص على احتياج اتنين، اعمل اكتفاء باتنين ابص على احتياج تلاتة. دي كانت نظرية ماسلو. فريدريك هيرسبرج بقى developed a two factor theory that distinguish dissatisfiers اللي هما ال factors that cause dissatisfaction from satisfiers. هيرسبرج كان عنده عاملين مهمين جدا، الحاجات المؤثرة بالإيجاب والحاجات المؤثرة بالسلب. نظريته يعني بتفصل ما بين العنصرين دول، factors that cause satisfaction والفاكتورز اللي بتكوز dissatisfaction. ايه العناصر اللي بتسبب الاحباط او العناصر اللي بتسبب الرضا؟ قال لي ان غياب العوامل المؤذية او العوامل اللي بتسبب لي عدم الرضا، ده مش معناها بالتبعية ان دي حاجة motivating او محفزة للشخص عشان يشتري. satisfiers هما كمان must be present. ها هيرزبرج بيقول لك لازم العوامل المرضية تتوفر هي كمان. طيب ناخد أمثلة على كده. إيه؟ ناخد مثال على كده إن المنتج ده، هنقول إمتى المنتج أعزف عنه أو ما يرضنيش. إمتى المنتج ما يرضنيش؟ لو منتج expired، دي حاجة ما ترضنيش، صح؟ طب هل لو المنتج مش اكسبايرد ده معناها بالتبعية ان انا هكون مرضي عن المنتج؟ لا طبعا، لانك لازم توفر لي العوامل اللي تسبب لي الرضا عن المنتج. زي ايه؟ زي ان يكون الكواليتي بتاعته كويسة، زي ان يكون السعر بتاعه كويس. ده مثال على ان غياب العوامل الغير مرضية ليس معناه بالتبعية ان الشخص هيكون مرضي عن المنتج، وانما يجب ان تتوفر العوامل التي تسبب الايه؟ الرضا. ده باختصار هيرزبرج. البرسبشن بقى، الانطباعات، سلكتيف اتنشن، سلكتيف ريتنشن، سلكتيف ديستورشن، سبليمينال بيرسبشن. ناخدهم مع بعض. سلكتيف بيرسبشن الاول، يعني ايه الاول بيرسبشن؟ طيب البرسبشن هو البروسيس باي ويتش وي سيلكت اورجانيز اند انتربريت انفورميشن انبوتس تو كرييت مينينجفول بيكتشر اوف ذا وورلد. البرسبشن الانطباع هي العملية اللي الواحد بيسلكت فيها وبيختار وبيرتب معلوماته في شكل مدخلات تهيأ له تكوين صورة عن الوضع، ايه؟ عن العالم، عن الشيء، عن المنتج، عن الخدمة. نرجع لأول باراجراف. الموتيفيتد بيرسون از ريدي تو اكت. الشخص المحفز بيكون عنده استعداد انه يتيك الاكشن، ينفذ، يتصرف. He is influenced by his or her perception of the situation. بيتأثر بانطباعاته عن الموقف. In marketing, perceptions are more important than reality because perceptions affect the consumer actual behavior. It depends not only on physical stimuli but also on the stimuli's relationship to the surrounding environment and on condition within each of us. Because we cannot possibly attend to all this, we screen most stimuli out, a process called selective attention. طب احنا ما نقدرش دماغنا تتذكر، العقل البشري بيكون عاجز عن تذكر كل المحفزات والمثيرات اللي حواليه، تمام؟ وانما بيعمل ايه؟ بيعمل selection دايما، بيختار حاجات معينة، ها، يقدر ان هو ايه في البروسيس بيقول عليها سيلكتيف اتنشن، تجذب انتباهه. ها ايه هي الحاجات دي؟ حاجات معينه هي اللي تجذب انتباهه ويربطها بالبيئه المحيطه بيه. وبالتالي لو حبينا عفوا نترجم السيلكتيف اتنشن لديفينيشن، هنقول it means that marketers must work hard to attract the consumer notes. ها لازم ان الماركتير يشتغل بشدة على انه يجذب انتباه الايه؟ العميل. selective distortion بقى refers to the tendency of people to interpret information in a way that will support what they already believe. يحاول دايما العميل يترجم المنتجات، يترجم البيانات او المعطيات، ها،
الى حاجات هو مقتنع بيها ومؤمن بيها بالفعل، تمام، يترجمها على هواية. طيب consumers will often alter information to be consistent with prior brand and product beliefs and expectations. دايما هيحاول المستهلك انه يربط المعلومات اللي بتجيله ويخليها متسقة بالمعلومات السابقة عن الايه، عن البراند او المنتج او انطباعاته عنه السابقة. يبقى ده بنسميه ايه، ديستورشن، بيحصل لها طبعا خلل، بتفشل، تمام، تشويه ليها، ديستورشن يعني تشويه. طيب selective retention، we are likely to remember good points about a product we like and forget good points about competing products. بنحاول دايما المنتج اللي بنحبه نفتكر له دايما الايه، الايجابيات، نعمل له سبورت، نعمل له دعم، ونتناسى تماما كل ايجابيات المنتجات الايه، المنافسه. دي اللي بنسميها selective retention. subliminal perception، psychological perception of or reaction to a stimuli. يعني ايه؟ ها، هو انطباع دايما نفسي تجاه مؤثر خارجي. selective distortion along with selective attention and selective retention makes it hard for marketeer to get their message across and create good product perception. الثلاثة الأولانيين اللي احنا اتكلمنا عنهم دول، selective attention والdistortion والretention، بيجعلوا من الصعوبة على الماركتير المسوق انه هو يوصل الرسالة بتاعته ويتأكد انها وصلت صح ويوصل انطباعات مظبوطة عن المنتجات بتاعته، لان بيحصل دايما ايه، بيحصل دايما ان بتتشوه الرسالة، لان انا بربطها بانفورميشن سابقة او الرسالة انا عايز اعظمها لانها هو المنتج بتاعي، وانا جلقت تماما ان انا اشوف المنتجات المنافسة، فانا ممكن اكون بعلن عن منتج منافس فانت مش عايز تشوفني اساسا بسبب ما يسمى بالسلكتف ايه، ريتنشن. This slide is very important. تمام، السلايد دي مهمة جدا، هرجع لك تاني واقول لك دي في اربع انواع من انواع البرسبشن، الانطباعات بتؤثر بشدة في التأثير في التسويقي وتحديد نظرتك التسويقية، ولازم الماركتير يبقى درسهم وفاهمهم كويس. learning، معرفتي بالشيء او خبرتي السابقه بيه. when we act we learn، لما بنتصرف بنتعلم. learning encourages changes in our behavior arising from experience. most of human behavior is learned، معظم السلوك الانساني بيكون سبق تعلمه. learning theorists believe learning is produced through the interaction of drives, stimuli, signs, responses, and reinforcement. لما بنتصرف بنتعلم. التعلم بيساعد وبيحفز بشدة تغيير السلوك اللي بينشأ عندنا نتيجة الخبرات السابقة. نظريات التعلم believe that learning is produced through the interaction of drives. التعلم بينتج نتيجة الدرايفز، الأسباب أو العوامل أو المحفزات أو الاستجابات الخارجية. نتخيل كده إن أنت بتشتري HP computer. If your experience is rewarding، لو أنت تجربتك تجربة إيجابية، ف your response، استجابتك to computers and HP will be positive. تمام، وبالتالي استجابتك للكمبيوتر بصفة عامة وللHP هتبقى إيجابية جدا. Later when you want to buy a printer، لما تبقى عايز تشتري بقى printer طبعا، you may assume that because it makes good computers HP also makes good printer. هتتوقع وتفترض ايه، ان دام ال HP بتعمل كمبيوترات كويسة يبقى بتعمل برينترات كويسة. you generalize your response to similar stimuli، انت بتعمم استجابتك لمثيرات مشابهة.
الاستجابة هتخليها واحدة، مع ان هما مش بالتبعية، ان اللي بينتج ده بينتج ده. emotions المشاعر، الانفعالات. ايه علاقة المشاعر والانفعالات بالتسويق؟ ليهم علاقة قوية جدا، هنشوفها مع بعض. البراند or product may make a consumer feel emotions like pride and confidence. المنتج او العلامة التجارية بيشعر العميل بالثقة بالنفس وبالفخر بانه بيمتلك سيارة لها اسم قوي. an ad may create feelings of amusement. الاعلان كمان بيشعر بالبهجة او ممكن بالديسجاست، بحاله من التقزز بالتعجب. فاذا الايموشنز او الانفعالات ممكن بترتبط باختياراتنا. انا ممكن اشوف اعلان يعجبني قوي الاعلان واجرب المنتج لمجرد ان الاعلان ده، كل ما بشوف المنتج بفتكر بالاعلان اللي بيبسطني. ممكن اعلان تاني يخليني احجم تماما عن المنتج، لان كل ما بفتكره بيربطني بذاكره اليمه، بيربطني بحاجه مش بحبها، بحاجه مش بستلطفها، بحاجه بتضايق. الحالة المزاجية او الانفعالية دي هي دي اللي بنسميها الاموشنز، اللي لازم الماركتير يكون عنده برضو دراية بيها when he design his marketing message. memory الذاكرة. الذاكرة cognitive psychologists distinguish between short term memory ال STM a temporary and limited store of information. السايكولوجيست علماء النفس المعنيين بالكوجنيتيف بطريقه التفكير والادراك بيميزوا دايما ما بين الذاكره القصيره المدى اللي هي الذاكره المؤقته اللي بتحتفظ بالمعلومات لفتره قصيره، واللونج تيرم ميموري ال LTM اللي هي المور بيرمننت اسينشال انليميتد ستور اللي هو مخزن المعلومات القائم المستمر لفتره اكبر. All the information and experiences we encounter as we go through life can end up in our long-term memory. Most widely accepted views of long-term memory structure assume we form some kind of associative model. For example, the associative network memory model view LTM as a set of nodes and links. Nodes are stored information connected by links that vary in strength. كويس، ذاكرة بعيدة المدى وذاكرة قصيرة المدى. الذاكرة قصيرة المدى اللي بتحتفظ بالمعلومات لفترة قصيرة جدا. الذاكرة بعيدة المدى دايما بتبقى مرتبطة بشوية ارتباطات وعلامات هي اللي بتعمل استدعاء للمعلومة من الداخل. الكونكترز او اللينكس او الحاجات اللي بتربطني بالذاكرة بعيدة المدى ايه؟ ممكن بتفترق طبعا في مدى القوة بتاعتها. We can think of marketing as a way of making sure consumers have product and service experience to create the right brand knowledge structures and maintain them in memory. الماركتير يتفقوا كلهم على حاجة واحدة، عشان اخلق علامة تجارية قوية لازم العلامة التجارية دي ابقى دايما محتفظ بيها في الذاكرة بتاعت الايه؟ بتاعت العملاء. Companies such as Procter & Gamble like to create mental maps of consumers that show their knowledge of a particular brand in terms of the key associations likely to be triggered in a marketing setting and the relative strength, favorability and uniqueness to consumer. Procter & Gamble عملت mind maps كده او خريطة ذهنية يقدروا يعرفوا بيها ايه الحاجات التريجرز المحفزات المثيرات اللي ممكن لما يشوفها العميل يفتكر المنتجات بتاعتهم. بروكتر اند جامبل كل ده في محاولة للسيطرة على المينتال ماب، على الخريطة الذهنية بتاعة العميل. ايه الحاجات اللي بيرتبط بيها العميل ومدى قوة ارتباطها بالعميل اللي تذكره بالمنتجات بتاعتنا. لو نشوف مثلا الخريطة الذهنية اللي مرسومة دي شركة تأمين اسمها ستيت فورم. ستيت فورم عملت الخريطة ديت علشان تشوف بيها ايه الحاجات اللي ممكن تذكر العميل بالمنتج بتاعهم او بالشركة بتاعتهم، وابتدت تحددها وابتدت تحدد مدى قوة كل حاجة منها وارتباطها بالمنتج بتاعها.
السيف الامان، الريسبونسيفنس سرعه الاستجابه، الكونفينينت الملائمه، الريبيتبل السمعه بتاعت الشركه، فاست سيتلمنت اول مقر او اول منش الفاست السريع سيتلمنت الانشاء السريع او البرودكت بتاعهم بيخلص بسرعه، بيرسونال سيرفيس الخدمه الخاصه، جود نيبرز الجيران الكويسين، ايجنتس ذات ار بارت اوف ماي نيبرهود العملاء اللي ممكن يكونوا جزء من الجوار بتاعي، ريد كلر اللون الاحمر اللي هو السلوجان بتاع الشركه، جود هوم ان اوتو انشورنس التامين الجيد للمنزل والسياره، ريلابل اعتماديه، ديبندبل بعتمد على غيري، جود ريبيتيشن سمعه كويسه، كونسرفاتيف توب اوف ذا لاين انشورنس اراوند ا لونج تايم حواليا في كل وقت. ايه الاشارات، ايه العلامات، ايه الدلائل، ايه الحاجات اللي تستدعي في ذهني اسم الشركه دي؟ تمام. طيب كونسيومر باينج بروسيس بقى، عمليه اختيار المنتجات بتكون ازاي؟ الاول لازم بيحصل ريكوجنيشن للبروبلم، بتعرف على المشكله، على الكيس، على الحاله، على الاحتياج، على الوانت، على النيد، انفورميشن سيرش ببتدي اسيرش على المعلومه، ببحث عنها، ايفالويشن تقييم للبدائل المتاحه قدامي، بختار قرار الشراء بعد كده، purchase decision and post purchase behavior وسلوك ما قبل الشراء. سلوك ما قبل الشراء على فكرة بتبقى فيه حالة من التردد شوية، بيبقى حالة التردد دي بيبقى ليها أشكال مختلفة ما بين عميل وآخر. Marketing scholars have developed a stage model of the process. The consumer typically passes through 5 stages. العميل بيمر في خلال 5 مراحل: problem recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision and post purchase behavior. The buying process starts long before the actual purchase and has consequences long afterward. عملية الشراء بتبتدي بفترة طويلة جدا قبل الشراء الفعلي، قبل الاكشن بتاع الشراء، بيبقى ليها تبعيات بعد الشراء في فترة طويلة. الفكرة كنت بكلمكم عن التردد قبل الشراء، التردد برضو بيفضل بعد الشراء لفترة. فترة ما بعد الشراء هي الفترة اللي بيفضل فيها العميل يسأل نفسه، يا ترى انا خدت قرار صح ولا غلط، يا ترى انا اشتريت كويس، يروح لاصحابه انا اشتريت عربية كذا، متعرفش اخبار الصيانة بتاعتها ايه. حتى بعد الشراء بتبقى فيه فترة كده من عدم التأكد، وهي لسه الفلوس خارجة من الجيب وسخنة كده، بيبقى العميل مش متأكد اذا كان القرار بتاعه كان صائب ولا لا. طبعا المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت التردد ما بعد الشراء دي بتبقى محتاجة احتضان من صاحب الخدمة او صاحب المنتج. بمعنى ايه احتضان؟ بمعنى انه لازم يحوط العميل ويبث ثقته في المنتجات اللي هو باعها له. لازم الشركة تبقى على اتصال مستمر، حسش ان انا اتدبست، دول باعولي وجروا مني، لا، يبقى في تواصل، يبقى في مكالمات في الفترة اللي تلي عملية الشراء على طول. أينشتاين بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول if I had only one hour to save the world، لو أنا عندي ساعة أنقذ بيها العالم، بصوا بقى، I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. لو عندي ساعة أنقذ بيها العالم هقضي منهم 55 دقيقة بدور بالظبط إيه هي المشكلة، والخمس دقايق الأخرى هم دول اللي هحل فيهم المشكلة. طب الديفينيشن ده عشان ايه؟ عشان يوريك قد ايه تعريف المشكلة دي هتبقى حاجة مهمة جدا. للأسف احنا اغلبنا ما بيمرش بعملية تحليل المشكلة. لو انا بتكلم في مجال الماركتينج او في مجال الادارة، احنا ما بنقضيش وقت كفاية في تحديد المشكلة. المشكلة لو اتحددت صح وتعمل لها روت كوز اناليسز المظبوط، تحليل الجذري لاسباب المشكلة، هتعرف تحل وتسبند الافورت والماني بتاعك في الحاجة اللي هتجيب النتيجة. لكن اكشلي اغلبنا مش بيدور على جذور المشكلة، وبيقعد يحل في فروع للمشكلة وبيقضي فيها وقت بدون العلاج الجذري للمشكلة الحقيقية. ده ليه؟ لاننا ما قضيناش وقت في البحث كفاية. Consumers don't always pass through all 5 stages. They may skip or reverse some. When you buy your regular brand of toothpaste, you go directly from the need to the purchase decision, skipping information search and evaluation. مش كل الناس بتمر بالمراحل اللي احنا اتكلمنا بيها دي كلها.
بتاعة الشراء. فلو انت مثلا بتشتري براند متعود عليه اللي معجون سنان، هتروح مباشرة من حالة الاحتياج ان انا عايز اشتري معجون السنان ده لقرار الشراء. هتعدي فترة البحث عن المعلومة وتقييم البدائل والكلام ده كله. طب ايه هي مصادر المعلومات بتاعتنا؟ مصادر المعلومات يا اما بيرسونال شخصية، يا اما كوميرشال، يا اما بابليك، يا اما اكسبيرينشال. يا اما بيرسونال شخصية، يا اما التجارية، الاعلانات التجارية والمعلومات اللي بيقولها لنا في الاعلان التجاري، يا اما من العامة المحيطين بيا، يا اما من التجارب الشخصية. Major information sources to which consumers will turn fall into four groups. The personal sources include the family والfriends والneighbors والacquaintances. Commercial sources include advertising, websites, salespersons, dealers, backing and display. حتى الأرفف بتاعة العروض، التغليف، المعلومات اللي بتبقى عليه تعتبر كلها commercial sources، معلومات تجارية. مندوب المبيعات، الإعلانات، الويب سايتس، كل دي بتمثل لي ايه؟ مصادر تجارية للمعلومة. طيب قلنا البيرسونال سورسز زي ايه؟ زي العيلة والاصحاب والجيران والناس المحيطين بيا. بابليك سورسز زي ايه؟ الماس ميديا، التلفزيون بيتكلم عن الموضوع ده ازاي، الكونسيومر ريتنج اورجانيزيشنز، المنظمات اللي بتقيم سلوك المشتري، ولما تديني داتا ان المنتج ده محقق اعلى مبيعات، يبقى دي كلها public sources بالنسبة لي. The experiential sources refer to the consumer's experiences handling, examining and using the product. التجارب الشخصية للعميل من محاولة فحص وتجربة المنتج. The relative amount and influence of these sources vary with the product category and the buyer's characteristics. Generally speaking, although consumers receive the greatest amount of information about a product from commercial, that is marketeer dominated sources, the most effective information often comes from personal or experiential sources or public sources that are independent authorities. بصفة عامة، بالرغم من العميل بيتلقى معلومات كبيرة جدا أو حجم كبير من المعلومات بتاعته عن المنتج من الإعلانات، ولكن الماركتير dominated sources the most effective information. ال dominated sources بالنسبة له ال most effective information دايما بيجي من ال personal or ال experiential sources. المصادر التجارب الشخصية بتاعته أو الأهل والقرايب والصحاب هم أكتر مصادر ممكن بتكون مؤثرة. Successive sets in decision making. أكبر الفيجر ده. التوتال سات، الاورنس سات، الكونسيدريشن سات، التشويس سات والديسيجن. توتال سات ابل وديل وانويلت باكورد وتوشيبا وكومباك وان اي سي. الاورنس سات ابل وديل وهولت باكورد وتوشيبا وكومباك. الكونسيدريشن سات ابل وديل وتوشيبا. التشويس سات ابل وديل. الديسيجن واحد من الاثنين هختاره. بص احنا مرينا بكام براند قدامي اتحطوا لغايه ما استقريت على براند واحد من 6 علامات تجاريه لشراء منتج. طول ما انا بمر بالمراحل بتاعه الاختيار او قرار الشراء، بعمل نوع من انواع الفلتريشن للعلامات التجاريه اللي عندي. This is illustrate how consumers move through from developing an initial set of brands to consider to making a final decision by gathering information the consumer learn about competing brands and their features. كل ما بجمع معلومات ببتدي اعرف بيانات اكتر عن الشركات المنافسة والعلامات التجارية اللي بتنافس بعضها وسمات كل واحدة منها. The first box shows the total set of brands available. The individual consumer will come to know a subset of this, the awareness set. مرحلة الوعي بالمنتجات. The consideration set will meet initial buying criteria. As a consumer gather more information, just a few, the choice set will remain strong contenders. The consumer makes a final choice from this. Evaluation of alternatives، تقييم البدائل.
Some concepts help understand the consumer evaluation. بعض المفاهيم بتساعد في تقييم العميل أو تقييم المستهلك. Consumer is trying to satisfy a need. بيحاول يرضي أو يشبه حاجة عنده. Consumer is looking for certain benefits. بيدور على مميزات معينة. Benefits عايز يحصل عليها، زي مثلا مش عايز ادفع كتير، عايز جودة مرتفعة. Consumer see each product as a bundle of attributes. الكونسيومر بيشوف المنتج على انه مجموعة او حزمة من السمات والخصائص، الاوتيلات، الماوث ووش، التايرز، كل دي حاجات او بدائل ممكن يبص عليها الايه العميل. Consumer brand believes about laptop computer. طب يا ترى الاعتقادات العميل عن العلامة التجارية لللابتوب هتبقى ايه؟ السمات تكون ايه؟ السمات تكون زي الميموري كاباسيتي، زي الجرافيك كابابيليتي، زي السايز والويت، زي السعر. تمام. طب this illustrates the use of expectancy value model of attitude formation in decision making. This model of attitude formation posits the consumer evaluate product and services by combining the brand beliefs, the positives and negatives according to importance. Suppose Linda has narrowed her choice set to 4 laptop computer A, B, C, D. واحدة اسمها ليندا هتبتدي تضيق نطاق البحث لأربع أنواع من الكمبيوترات A, B, C, D. لو انا افترضت ان she is interested in 4 attributes، لو هي بتهتم باربع سمات، الميموري كاباسيتي والجرافيك كابابيليتي والسايز والويت اند البرايس، اللي هم الاربع فيتشرز اللي احنا ذكرناهم. This shows her beliefs about how each brand rates on the 4 attributes. If one computer dominated the others on the all criteria, we would predict that Linda would choose it. But as is often the case, her choice set consists of brands that vary in their appeal. تعالوا نشوف كده. نقول ان انا لو انا عندي A, B, C, D، دي انواع من اللابتوبس مختلفة. الميموري كاباسيتي اللي انت ابتدت تحط انطباعاتها الشخصية عن وتدي ارقام بسكيل من 1 لـ10 عن كل براند من دول ياخد درجة كام. فالكمبيوتر رقم علامة ايه ياخد 8 في الميموري كاباسيتي، ياخد 9 من 10 في الجرافيك كابابيليتي، ياخد 6 من 10 في السايز، ياخد 9 من 10 في البرايس. بينما الكمبيوتر بي ياخد 7 من 10، 7 من 10 في كل الدايمنشن. الكمبيوتر سي ياخد 10 من 10، حتى 2 من 10 بالنسبة للسعر. الكمبيوتر دي ياخد من 5 من 10 لغاية 8 لغاية 3 من 10 بالنسبة للكاباسيتي. طيب دي مين اللي حط الدايمنشنز دي؟ حطتها مين؟ حطتها ليندا، هي اللي قيمت بنفسها الابعاد دي. If Linda wants the best memory capacity she would buy C. لو هي عايزة افضل memory هتاخد C، ولو هي عايزة افضل graphic هتاخد A، ولو هي عايزة افضل وزن وافضل حجم وشكل في الفور اتريبيوتس في الحالة دي هتاخد الاختيار مختلف. تمام. لو احنا عرفنا ذات الويتس بالليندا attaches to the four attributes we could more reliable predict her laptop choice. Suppose she assigned 40% of the importance to the laptop memory capacity. تمام. لو هي بالنسبة لها اهم حاجة الميموري capacity، يليها البرسنتج بتاعت الجرافيك، يليها البرسنتج بتاعت السايز والويت، ويريها البرسنتج بتاعت السايز. في الحالة دي يبقى انا ممكن اعرف البرسيفد فاليو بالنسبة لللابتوب بتاع ليندا ازاي. تمام. لان من اكبر نسبة هي حطتها، وي ملتبلاي هير ويت باي، ممكن احط القيم اللي هي حطتها بنفسها بالبيليفز اللي هي مؤمنة بيها علشان اقدر احدد سمات او احدد انه كمبيوتر هي هتروح. Strategies to stimulate greater interest in brand B. Redesign. طب لو انا عايز بقى ازود اهتماماتها بالبرودكت B، هريديزاين ذا كمبيوتر، هعيد تطوير تصميم الكمبيوتر من تاني اللي بنسميه ريبوزيشننج. تمام. طيب alter beliefs about the brand، هدخل لها معلومات عن المنتجات بتاعتي، العب على الحتة السايكولوجي. تمام. alter beliefs about competitor. تمام. ابتدي ادخل معلومات
قد تكون صحيحة أو مغلوطة، زي ما بيحصل دلوقتي المنافسين اللي هي حرب المنافسة الشعواء، إن ممكن يقول معلومات عن المنافس وما تكونش حقيقية، تمام؟ ودي اللي بنسميها الـ competitive depositioning. alter the importance weights persuade buyer to what we excel in. ابتدي اقنعها باهمية الايه الويتس في الوزن، ها، اقنع العميل بالحاجات اللي احنا بنتميز بيها، بالcompetitive advantages بتاعنا او الكور كومبتنسي بتاع المنتجات بتاعتنا. call attention to neglected attributes style or processor speed. ها كل اتنشن يعني بشد الانتباه للسمات اللي هي مش مركزة عليها، زي سرعة البروسيسور، زي الستايل، الديزاين، الشكل، علشان اعيد تسويق المنتجات بتاعتي بشكل او اجذب انتباه، استراتيجيات لجذب انتباه العميل. سلايد دي فعلا مهمة جدا، تمام؟ ازاي ان انت بتريز الانترست في البرودكتس بتاعتك. perceived risk functional, physical, financial, social, psychological and time. A consumer decision to modify, postpone or avoid a purchase decision is heavily influenced by one or more types of perceived risk. Functional risk, the product doesn't perform to expectations. Physical risk, the product poses a threat to the physical well-being or health of the user or others. Financial risk, the product is not worth the price paid. Social risk, the product results in embarrassment in front of others. Psychological risk, the product affects the mental well-being of the user. And time risk, the failure of the product results in an opportunity cost of finding another satisfactory product. In this promotional message for Quick Books, the money back guarantee seeks to lower perceived risk. بنقلل حجم الخطورة اللي ممكن يتعرض لها او يستشعر بيها، المخاطرة اللي ممكن يستشعر بيها العميل اذا ما حصل على منتج من المنتجات بتاعتنا او اشتراها، فبنضمن لك guarantee بان الفلوس هترجع لك تاني. How customer use or dispose of products. ازاي العملاء بيستخدموا او بيحجموا عن المنتجات بتاعتنا. برودكت المنتجات get rid of it temporarily بتخلص منها مؤقتا، get rid of it permanently عايزة اتخلص منها نهائيا او عايزة احتفظ بالمنتج. لو انا عايزة اتخلص من المنتج بشكل مؤقت يا اما بأجره يا اما بسلفه. طب لو انا عايزة اتخلص من المنتج بشكل دائم يا اما انا بستغنى عنه يا اما بسوقه ببيعه يا اما برميه، صح؟ طب لو انا عايزة احتفظ بالمنتج يا اما بستخدمه use it to serve original purpose، بستخدمه للهدف الرئيسي من الشراء، يا اما convert it to serve a new purpose، يا اما بحوله ان يخدم لي هدف جديد، يا اما بخزنه، تمام؟ طيب في الحالة بتاعت ان انا عايز اتخلص من المنتج، يا اما بجيف ات اواي، يا اما بتريد ات، يا اما بسيلت ببيعه، يا اما برميه. اول حالتين، اني اول حالة اللي هي جيف ات اواي، تريد ات، سيل ات، يا اما بعمله اعادة بيع، يا اما بستخدمه بعيد استخدامه. في حالة البيع برضو بوجهه للعميل مباشرة او بثرو الميدل مان، ماشي، بديل للوسيط او بصرفه من خلال الوسيط، تمام؟ هنعمل بوز اللابتوب هنك وهنكمل بعد الفاصل ده. Recovering the customer loyalty when things go wrong. A complaint is a gift. خد بالك، لازم احنا الكلام ده اتكلمنا فيه وشفنا عليه الفيلم بتاع الكاستمر سيرفيس، ان شكوى العميل تعتبر بالنسبه لك هديه تقدر تعرف بيها مساوئ المنتجات بتاعتك او الخدمات اللي انت بتقدمها، وده نوع من انواع الريكفري، معالجه الكاستمر لويال. انت في الاخر هدفك ان انت تبني لونج ريليشن شيب مع العملاء بتوعك.
Marketers should also monitor how buyers use and dispose of the product. A key driver of sales frequency is product consumption rate. معدل الاستهلاك للمنتجات بتاعتك قد ايه. The more quickly buyers consume a product, كل ما المشتري بيستهلك المنتج بشكل اسرع, the sooner they may be back to the, in the market to purchase it. بيرجع تاني للسوق عشان يشتري. في ناس عندهم استخدام الموبايلات على سبيل المثال, الموبايل ما بيقعدش في ايديهم اكتر من شهرين ثلاثة, مش لانه بقى اولد فاشن, ولكن لانه استهلاكه فيه بيبقى استهلاك سيء او معاملة سيئة. زي بعض الناس نعرفهم كتير كده, زي انا مثلا بستخدم موبايلات استخدامات سيئة جدا, بيخلي عمر الموبايل الافتراضي بيقل للربع. تمام, لو حد بيستهلك الموبايل وبيبتدي يضعف معاه بعد سنة او بعد سنتين, احنا ممكن نخلص عليه في 3 4 شهور. طب ده انديكيشن لايه؟ ان انا بسرعة هنزل على السوق اشتري موبايل تاني. طب consumers may fail to replace some products soon enough because they overestimate product life. تمام, one strategy to speed replacement is to tie the act of replacing the product to a certain holiday event or time of year. حاول تربط المنتجات بتاعتك باستخدامات او بمناسبات معينة. تمام, علشان تقدم المنتجات بتاعتك. low involvement decision making, الناس اللي ما بتتدخلش قوي في قرار الشراء. marketeer use the following 4 techniques to convert low to high. الناس اللي ملهاش تأثير قوي في قرار الشراء عايزين نحولهم للناس مؤثرين. link it to some involving issues. ماشي, اربطهم بحاجات مهمة مثيرة, زي انك زي تحارب التسوس, fighting cavity. link it to some involving personal situation, fruit juice makers add vitamins to fortify their drinks. ها, الناس اللي هم مثلا بيحطوا الناس اللي بيعملوا العصائر وبيحطوا فيتامينز على العصائر علشان يعني تغني او تثري من المشروبات بتاعتهم. design advertising to trigger strong emotion, serial ads على سبيل المثال. الديزاين اللي بيعمل اعلانات, المصمم اللي بيعمل اعلانات علشان تحرك الانفعالات بتاعه الاشخاص. ها, ويقول لك مثلا السلوجان بتاع enjoy family life, ها, استمتع بحياه الاسره. وانت بتقدم ايه؟ بتقدم سيريال, حاجه زي الكورن فليكس كده مثلا, المقرمشات اللي هي الحبوب اللي الولاد بيفطروا بيها الصبح. ها, اربطه بالانفعالات, بالايموشنال, بنسميها الايموشنال ادفرتايزنج. اد امبورتنت فيتشر, ها, حط او ضيف فيتشر او علامه مهمه, زي الايه, سوفت وايت لايت بولبس مثلا, انشيتد سوفت وايت. ها, اللايت بولبس ديت اللي هي ايه, اللمض الاضاءه, لما يقولك انها بتقدم لك ضوء ابيض هادي, سوفت اور ناعم. ها, حط فيتشر بسيط, ها, زي علب التونه. علب التونه دلوقتي بفيتشر بسيط اتحط, اللي هي تبقى ايزي اوبن. ها, خلاك ايه المنتج بتاعك, حطيت له فاليو, حطيت له فيتشر جديده, وحطيت لها ثمن برضو. منتال اكاونتنج, كونسيومر tend to segregate gains, integrate losses, integrate smaller losses with larger gains, segregate small gains from large losses. طيب, خلينا نتفق ان احنا عندنا اما مكاسب او خسارة. العميل او المشتري او المستهلك بيميل الى segregate gains, يعني يفصل ما بين الخسارات, ده تكنيك, او integrate, يفصل سوري ما بين المكاسب, ده تكنيك. التكنيك التاني انتجريت لوسز, يجمع ويكمل الخسارات كلها على بعض, او انتجريت سمولر لوسز وذ لارجر جين, يربط ما بين الخسائر البسيطه بالمكاسب الكبيره, او سيجريجيت سمول جينز فروم لارج لوسز, او يفصل ما بين المكاسب الصغيره من الخسائر, يفصلها عن الخسائر الكبيره. هي احنا بنواجه مشكلة واضحة في اللابتوب, هنفصل تاني ونرجع لكم.
mental accounting is based on a set of core principles. الحسابات الذهنية بقى بتمر بناء على ايه؟ consumer tend to segregate gains، بيحاول يفصل دايما ما بين المكاسب. لما البياع has a product with more than one positive dimension، بيكون بيبيع منتج باكتر من بعد ايجابي او ليه benefits كتيرة، it's desirable to have the consumer evaluate each dimension separately. يميل دايما العميل انه يقيم كل بعد على حدة. listing multiple benefits of a large industrial product for example can make the sum of the parts seem greater than the whole. يجمع مجموع الأجزاء تبدو بالنسبة له أكبر بكثير من الكل، يعني فايدة الأجزاء لوحدها منفصلة أهم بالنسبة له من الفايدة العامة أو الفايدة الكلية، فهو بيميل للفصل في الحالة دي، المميزات أو فصل المزايا. consumer tend to integrate losses، بيحاول دايما المستهلك ان هو يربط ما بين الخسائر او العيوب وبعضها. marketeer have a distinct advantages in selling something if its cost can be added to another large purchase. house buyer مثلا are more inclined to view additional expenditure favorably given the high price of a buying house. أو لو انا جيت اشتري بيت ابص دايما ايه الفلوس التانية اللي ممكن هدفعها، الصيانة هتدفع، فميل دايما لعملية تجميع الخسائر مع بعضها، هدفع صيانة وهدفع نظافة وهدفع كهرباء وهدفع مية وهدفع تشطيب، تبص تلاقي بيميل لتجميع الايه الخسائر. consumer tend to integrate smaller losses with larger gains اللي هي cancellation. مبدأ بيقوم يعني this is principle might explain why withholding taxes from monthly pay checks is less aversive than large lump sum tax payments. the smaller withholding are more likely to be absorbed by the larger pay amount. ودي بنشوفها واضحة جدا الكونسبت دوت في عملية الضرائب او في تضريب تطبيق الضرائب وفصل المكاسب الصغيرة عن اللارجر جينز او الخسائر الصغيرة عن المكاسب الكبيرة. التكنيك الرابع ان الكونسيومر بيميل تو سيجريت لفصل المكاسب البسيطة عن الخسائر الكبيرة. the silver lining principle might explain the popularity of rebates on big ticket purchases such as cars، زي مثال السيارات. يبقى انا عندي الكنسليشن برينسيبل اللي هو الميل تو انتجريت سمولر لوسز وذ لارجر جينز، وعندي السيلفر لايننج برينسيبل اللي هو الميل تو سيجريت سمول جينز فروم لارج لوسز. ذا برينسيبلز اوف مينتال اكاونتنج، مبادئ المينتال اكاونتنج ار دريفن in part from prospect theory. prospect theory maintains the consumer frame their decision alternatives in terms of gains and losses. according to a value function, consumers are generally loss averse. they tend to overweight very low probabilities and underweight very high probabilities. اخر حاجة عندنا النهاردة ودي ختام المحاضرة بتاعتنا، الاسئلة اللي بنريفيو بيها المحاضرة بتاعتنا كانت بتتكلم عن ايه؟ اتكلمنا عن how do consumer characteristics influence the buying behavior، ازاي السمات الخاصة بالمستهلك بتؤثر على السلوك الشرائي. what major psychological processes influence consumer response to the marketing program، ايه العوامل او الاعتبارات النفسية اللي بتؤثر على استجابات العميل للبرامج التسويقية المختلفة. how do consumer make purchasing decisions، ازاي العميل بياخد قرار الشراء والبروسيس اللي بيمر فيها شكلها ايه. in what ways do consumer stray from a deliberate rational decision process، ازاي العميل بيحاول ان هو يبني قرار شراء بتاعه بشكل عقلاني او بشكل منطقي. سعيدة جدا ان انا كنت معاكم، وسعيدة ان انا بتدرس للأدفانسد ماركتينج مانجمنت لمجموعة محترمة زي العناصر اللي قابلتها في أكاديمية النصر قبل كده، واتمنى لكم كل التوفيق. وان شاء الله نتقابل مع بعض في المحاضرة الثالثة من محاضرات الاونلاين.
المحاضرة الرابعة بقى إن شاء الله هي اللي جاية، ويبقى فاضل لكم معايا محاضرة واحدة أخيرة. كل الشكر والتقدير ليكم، وبالتوفيق إن شاء الله، وأشوفكم على خير في المحاضرات القادمة.